دخلت في الحاجات اللي هتحس ان انت دخلت في الحاجات اللي بجد بقى اللي ليها ابليكيشنز في الحياة وكده. انا معايا احمد اسامة من الدفعة بتاعتي، من اشطر الناس اللي فيها يعني، هو هيتكلم معاكم عن 3 مواد وبعد كده هكمل انا ال4 مواد الباقيين. بس اتفضل يا احمد. عامل ايه؟ الأمور سامعني كويس؟ اوكي سكرين ظاهرة صح؟ اه مظبوط. اوكي احنا هنتكلم أول حاجة عن الـ Operating Systems، وبعد كده نتكلم عن الـ Discrete، وآخر حاجة نتكلم عن Microprocessors 2 أو Microprocessors 2 صح تقريبا. افتكرتوا Microprocessors 1 صح؟ اللي هي الـ Assembly والـ دي. اه مظبوط، هما خدوا 1 وهياخدوا 2 بقى اللي هي فيها المشروع الكبير. خلاص أوكي ماشي. هي الـ Operating Systems مثلا مادة مهمة في لكل المجالات اللي هتاخدوها في الكمبيوتر، سواء هاردوير أو سوفت وير، يعني ميكس في كل حاجة. يعني لو حد أصلا عايز embedded مثلا فهي مهمة، ولو عايز سوفت وير فهي مهمة، فهي من أهم المواد ولذيذة برضو. هنتكلم يعني كمان شوية على أهميتها بالتفصيل. كأوفر فيو كده يعني، البروفيسور يعني اللي كانت ادتنا كانت دكتور منى، مش عارف هل هي اللي تديك ولا لا بصراحة، مش متأكد، بس هي كانت دكتور لذيذة يعني وكده، ما كانتش بتاخد غياب، بس كان بيبقى فيه بونص في الليكتشر بتاعتها على اللي بيجاوب وكده يعني. من ضمن الحاجات برضو اللي بتميز الكورس ده، لو حد ما اتعملش قبل كده مع لينكس أو أي حاجة أو أي أوبريتنج سيستم يعني تاني غير ويندوز، هيبدأ يتعامل معاه، وده بيبقى مفيد في حاجات تانية نتكلم عنها برضو. البروجكت في بروجكت برضو هيبقى لذيذ ومفيد، هيبقى بروجكت سي هنتكلم برضو عنه بالتفصيل. وفي لابس، اللابس دي بقى بيتطبق فيها حبة حاجات ليها علاقة بالبروجكت، وبيتطبق فيها الكونسبتس اللي بتاخدوها. والشيتس بيبقى معظمها يعني حل المسائل، اللي هي برضو نوع ما انتوا بتمبلمنتوها برضو في البروجكت، وبتمبلمنتوها شويه منها في اللابز يعني، بس هتلاقوا كل حاجه يعني ليها الطريقه بتاعتها. اوكي طيب، تعال الاول نتكلم قبل ما نبدا نتكلم عن اي حاجه، نتكلم عن ايه هو الاوبريتنج سيستم. اكيد اكيد معظمكم عارف تقريبا يعني صح، لو حد عارف ممكن يفتح المايك ويقول كده ايه هو الاوبريتنج سيستم يعني. خلاص يعني محدش عارف، لو حد عارف يقول ان هو عارف مش لازم يقول لي يعني هو ايه بالظبط. هو عباره عن نظام بتعمل حاجه تشغيل بتربط السوفت وير والهارد وير حاجه زي كده، بالظبط، هو ده التعريف بتبقى فعلا، هو طبعا الحاجه حاجه اللي زي بالظبط كده، هو اللاير اللي ما بين السوفت وير والهارد وير. وكل لاير بيكون ليها حاجات مختلفه يعني، حاجات بتميزها يعني. يعني الاوبريتنج سيستم، ايه اللي انت هتاخده بقى في الاوبريتنج سيستمز، او ايه اللاير اللي بين السوفت وير والهارد وير دي؟ هو الاوبريتنج سيستمز عامه بيبقى فيه بروسيسز هو بيعمل لها سكيدجولينج، دي اول حاجه خالص. ايه البروسيسز يعني؟ لو مثلا فتحنا التاسك مانجر هنلاقي ان فيه بروسيسز هنا، هو اللي بيعمل لها السكيدجولينج ده، اللي هو مين اللي هيشتغل دلوقتي، ومين هيفضل، ومين اللي هيشتغل بعد كده، وهيالوكيت قد ايه ميموري، والحاجات دي كلها هو اللي بيبقى مسؤول عنه. فكل اوبريتنج سيستم بيكون ليه شويه الجوريزمز وشويه حاجات هو بيفضلها يعني، في اللي بيفضل السرعه، وفي اللي بيفضل ان هو يكون ميموري افيشنت اكتر. فكل اوبريتنج سيستم بيكون مميز في حاجه، فمهم انتوا تعرفوا الفرق بين الاوبريتنج سيستمز، دي اول حاجه خالص، علشان كل ابلكيشن بيكون ليه اوبريتنج سيستم احسن. يعني انتوا هتلاقوا ان معظم الديفلوبمنت عامه بيبقى على حاجات الاوبن سورس او لينكس، عشان بتدي له موديفيكيشنز اكتر، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت بيكون البرفورمانس بتاعه احسن في معظم الابلكيشنز يعني. بس مش شرط ان كل الابلكيشنز تبقى اوبريتنج سيستم، بس معظمها. اوكي ماشي. ف
هو هيبقى opportunity كويسة لأي حد ما تعملش قبل كده مع لينكس يبدأ يتعامل بقى مع الباش أو مع التيرمينال، لأن التعامل مع التيرمينال عامة بيبقى مفيد في معظم الابليكيشنز اللي هتخشوها بعد كده، زي مثلا يعني لو حد أصلا هيخش هاردوير حتى هيبدأ يكتب سكريبتس وحاجات معظمها أصلا على لينكس، مش هيبقى موجود أصلا أي حاجة تاني. ولو فتحت أي لينكس فالجي اي بتاعه مش احسن حاجه، حتى اوبونتو برضو مش احسن حاجه، ومش عشان الجي اي برضو، عشان برضو الجي اي ما يكونش متاح فيه كل الفانكشناليتيز، فلازم تتعامل مع التيرمينال في معظم الحالات بعد كده يعني. وبيكون اسهل بعد كده في الديفلوبمنت، يعني انت بدل ما تنستول مثلا اكسكيوتابل وتفضل تمشي وتختار اللوكيشن اللي هتنستول فيه الكلام ده، هو مجرد ساترين بس في التيرمينال بتكون عملت انستول على لينكس، وبيكون اسهل في الديفلوبمنت عامه وكده. فهو انا شايفه فرصه حلوه ان انتوا تبداوا تتعرفوا على لينكس، لو حد ما عندوش يبدا ممكن يعمل دول بوت مثلا او حاجه، ان هو يبدا يتعامل معاه، او لو هو عايز اصلا يفورس نفسه ان هو يشتغل على لينكس ممكن اصلا يشيل ويندوز ويجرب الترم ده كله بلينكس. غالبا السمستر ده مش هتحتاجه ويندوز قوي، هتحتاجوه مثلا في الحاجات اللي فيها سيميليشن شبه موديل سيم او كده، لو انتوا مش معاكم اللايسنس انتوا تنزلوا الحاجات دي على لينكس يعني، غالبا هتحتاجوا في الحاجات زي كده، انما السمستر ده اعتقد مش هتحتاجوا فيه ويندوز قوي يعني. طيب البروجكت هو زي ما قلنا اوبريتنج سيستمز عامه، احنا قلنا ايه هو الاوبريتنج، حد مش واضح بالنسبه له الاوبريتنج سيستم عباره عن ايه، او يعني التعريف اللي قلناه ده اللي هو عباره عن لاير ما بين السوفت وير والهاردوير، اظن هو واضح يعني. لو حد مش واضح بالنسبه له حاجه ممكن يريز هاند واشوف يعني. طيب هو عامة الأوبريتنج سيستمز من الكونسبتس اللي بتتسأل في الانترفيوز عامة، يعني في انستاباج مثلا في الانترفيوز وفي الاكزامز بتاعتها بيسألوا في الأوبريتنج سيستم عشان هي حاجة مهمة، في سيمنز برضو في كذا كومباني بيسألوا في الأوبريتنج سيستمز. ليه بقى احنا بنتعلم الأوبريتنج سيستمز أصلا لو أنا سوفت وير انجينير مثلا؟ علشان أوقات بنضطر إن احنا نجو أون ذا لو ليفل، يعني في مشكلة مثلا في البرفورمانس أو في مشكلة معينة، فبنضطر ان احنا ساعتها نجو ديبر ونشوف الاوبريتنج سيستم المشكله فين. غير كده ان لو انا عملت مثلا ابلكيشن على اوبريتنج سيستم معين، ديسكتوب ابلكيشن مثلا بسي بلس بلس، فلما اجي اعمل له كومبايليشن ممكن يعمل بيهافير مختلف على الاوبريتنج سيستم مختلف، فلازم اكون فاهم كل الاوبريتنج سيستمز بيشتغل ازاي. برضو في حاجات معينه بتعامل فيها مع الاوبريتنج سيستم، يعني مثلا لو انا عايز اعمل برينتنج من الابلكيشن بتاعي مثلا، فده بتعامل فيه مع الاوبريتنج سيستم، فلازم اكون عارف ازاي بتعامل مع الاوبريتنج سيستم ده. ده غير كده لو حد بقى يشتغل هو يعمل ديفلوبمنت للاوبريتنج سيستمز او يشتغل على حاجات اوريدي موجوده زي لينكس ويعمل لها ديفلوبمنت وكده، فدي بتبقى حاجه مهمه. طيب ايه الكونسبتس اصلا بقى اللي في الميموري؟ زي ما قلنا البروسيس مانجمنت اللي كانت في التاسك مانجمنت تول اللي قلت لكم دي، الميموري مانجمنت. الميموري عامه بتكون حاجه ليميتد، يعني مثلا ديفايس 16 جيجا رام او حاجه، ففي ابلكيشنز تاخد رام كتير، فالميموري مانجمنت بيبقوا يعني بتبقى مهمه جدا ان احنا نعرف نمانج الميموري كويس بحيث ان ما يحصلش ميموري ليكج، وفي نفس الوقت نعرف نمشي البروسيس ويكون سموث. انتوا هتاخدوا كذا حاجه في الاوبريتنج سيستمز، يعني زي الحاجات اللي بتخلي الاوبريتنج سيستمز كويس، زي مثلا الريسبونسيفنس، هتاخدوا شويه حاجات بتقيسوها يعني، وثروبوت وشويه حاجات كده تاخدوها في الشيتس وفي اللابس برضو. دي بتفرق ما بين كل اوبريتنج سيستم والتاني، فزي ما قلنا في اوبريتنج سيستم ممكن يفضل ان هو يكون ريسبونسيف او اسرع، واوبريتنج سيستم تاني ممكن يفضل ان هو يكون افيشنت، وهتاخدوا بقى الفرق بين كل ميزه والتانيه والتريد اوف بينهم كده. فهو مين لي البروجكت هيبقى فيه اول حاجتين دول اللي هما البروسيس مانجمنت والميموري مانجمنت. فانتوا البروجكت بتاعكم هيكون عباره انتوا تعملوا بروسيس سكيدجولر، هيكون داخل لكم شويه بروسيسز بداتا معينه انتوا هتعملوا سكيدجولنج، يعني هتقولوا انا هدخل دي لمده معينه وبعدها هسويتش على الثانيه مثلا. هيبقى في شويه الجوريزمز هتاخدوها، هو ممتع في الموضوع ده ان في شويه الجوريزمز هتطبقوها وكده. والتاني حاجه الميموري مانجمنت، هتاخدوا برده ميموري مانجمنت تكنيكس. طب افرض دلوقتي لو الميموري مليانه، يعني اشيل انهي بروسيس وابدلها بانهي وهكذا، ففي تكنيكس للميموري مانجمنت يعني. والديد لوكس ده مصطلح اكيد ممكن يكون بعضكم سمع عنه، لو ما سمعتوش عنه فهي مشكله بتحصل في الاوبريتنج سيستم او في بعض الابلكيشنز مش الاوبريتنج سيستم كمان،
بيكون ليه علاقة بإن الابليكيشن بيعلق بسبب إن في resources cycled مع بعض وفي dependency بينهم. هتاخدوها بالتفاصيل أكتر يعني، بس ده overview، مش عايزين نخش technical قوي في الموضوع ده. برضو file systems أو file management، الفولدرز الستركشر بتاعها ازاي وهكذا. والريسك كونديشنز، معظم الانترفيوز بيبقى فيها اسئله عن الريسك كونديشنز، اللي هو لو انا عندي مثلا مكان معين في الميموري وكذا مكان في البرنامج بيأكسسه في نفس الوقت، طب مين هيأكسس الاول وهكذا. الفيرشوال ميموري برضو، حد سمع عن الفيرشوال ميموري قبل كده؟ حد يعرف حاجه ولا؟ بتاخد حته من الهاردوير اعتقد. من الهاردوير؟ صح. يعني من الديسك توب قصدي. يعني بتاخد من الهاردوير. بالظبط. هو الفكره زي ما قلنا ان الميموري بتكون السايز بتاعتها صغيره، فلو اتملت وكده، فاللي بنعمله ان احنا بنعمل فيرتشوال ميموري، ميموري اكبر شويه بتكون جزء من الديسك، واحنا عارفين طبعا الديسك ابطا من الميموري. فدي بتكون عبطة، بس بتكون زي حل مؤقت لموضوع ان الميموري اتملت يعني. المسج كيوز هي دي من ضمن الحاجات البروسيسز دي بقى، لو عايزة تكومينيكيت مع بعض يعني، لو انا عايزين كذا بروسيس في نفس الوقت شغالة وعايزين يكومينيكيتوا مع بعض، ايه طرق كومينيكيشن؟ من ضمنها المسج كيوز، وفي كذا طريقة تانية تاخدوها برضو، بس المسج كيوز يعني من اشهر الحاجات. في برضو السيمافورز، في كذا حاجه تاخدوها يعني في موضوع الكوميونيكيشن ما بين البروسيسز وبعض. فدي مينلي الكونسبتس اللي تاخدوها، وهي كلها كونسبتس مهمه يعني، تقريبا مفيش كونسبت في دول مش مهم، كلهم مهمين. وتاخدوا برضو حاجات تانية انا ما ذكرتهاش، انا ذكرت اهم الكونسبتس يعني. ممكن تاخدوا حاجات عن الديسك او الهارد درايف بيشتغل ازاي. فدي مينلي الكونسبتس. طيب ازاي تستفيد يعني من الماده دي اكبر استفاده؟ البروجكت انا شايفه مهم يعني، السمستر ده هو فيه كذا بروجكت مهم، من ضمنهم الاي بي تي والاوبريتنج سيستم والمايكرو، فهتلاقي فيه كذا بروجكت. معظم الناس بتركز على البروجكت بتاع المايكرو بروسيسورز 2، ده هنجيله كمان شويه، فبينفستوا تايم كتير فيه، فبيجي على حق بقيه البروجكتس، وبقيه البروجكتس تبقى بعضها مهم. من ضمنها الاوبريتنج سيستم، ده انا شايفه من اهم البروجكتس. هتتعاملوا مع سي، ممكن تتعاملوا مع حاجات ادفانسد في سي، يعني مش لازم تتعاملوا معايا، بس يعني يفضل انتوا تتعاملوا مع الحاجات دي، يعني مثلا شبه الميك فايل، ازاي تعملوا ميك للسي بروجكت مثلا، لو حد ما تعاملش معاه قبل كده فدي هتكون فرصه كويسه. فاول حاجه ان انتوا تهتموا بالبروجكت. تاني حاجه الشيس، بيجي في الاكزامز، في الاكزامز سواء الميد تيرم او الفاينل، بيجي فيها مسائل شبه الشيت، فيها الكونسبتس اللي انتوا خدتوها بتاعه السكيدجولينج، ازاي نسكيدجول البروسيسز وزي سكيدجولينج للميموري وكل الحاجات دي، بيجي منها مسائل مهمة. والفاندمنتال كونسبتس اكيد هو ده اهم حاجة يعني، الكونسبتس اللي احنا اتكلمنا عنها دي تكونوا فاهمينها كويس، التكنيكس بتاعتها اللي هي هنا دي هتكون اهم حاجة يعني. بالنسبة للريسورسز، احنا كان بيدينا المعيد كان يوسف غطاس تقريبا، فهو كان معظم الوقت بيرفرنس من البلاي ليست بتاعت حسين فضل، اللي هتلاقوا فيها تقريبا معظم المنهج بتفاصيل التفاصيل يعني، حتى كان في تقريبا كان في شرح كمان للليكتشرز، بيشرح الليكتشرز قبل ما يشرح الشيت، فالبلاي ليست دي شايفها مفيده جدا وبتفاصيل، وفي حاجات كمان ممكن تكون مش هتاخدوها يعني، فشايف البلاي ليست دي مهمه ممكن تبصوا عليها. ده دوكيمنت كان عامله دفعه 23 تقريبا، في بعض الكورسز الاوبريتنج سيستم انا كنت شفت منهم كورس داسي، ده كان كويس، وده كذا كورس الكونتنت بتاعه شبه الكونتنت، بحيث ان انتم ما تروحوش كورس مثلا يكون الكونتنت بتاعه بعيد عن الكونتنت اللي بتاخدوه يعني. فدي ريسورسز لو حد حب يبقى فهمش حاجه مثلا من شرح الدكتور، او ما فهمش حاجه من شرح الفيديوز دي، فممكن برضو يبص على الحاجات دي. وتالت حاجه التكست بوك، هتلاقوه موجود في الريفرنس هنا، التكست بوك اللي هو ده برضو، هو الشيتس كلها اصلا من التكست بوك على ما اتذكر يعني، فبيبقى في مسائل كويسه يعني التكست. بس اعتقد ده بالنسبه للاوبريتنج سيستم، فلو حد عنده سؤال ممكن يسال.
في حاجة طيب ما غطيتهاش عايزين تعرفوا عنها أكتر من الحاجات اللي اتكلمنا فيها؟ أو ممكن سؤال صغير بس، هو احنا هنعمل مشروع بي سي صح؟ اه بي سي بالظبط. فاحنا بقى هنتعلمها لوحدنا ولا في اللاب بناخد لينكس ولا؟ هو انتوا اوريدي خدتوا سي بلس بلس؟ اكيد صح؟ اه انا عارف عارف، قصدي في حاجات، في حاجات ادفانسد يعني بنستخدمها صح؟ يعني احنا هنخش فيها براحتنا لوحدنا يعني. ما فيش يعني غالبا ما فيش لابات سي على ما اتذكر، يعني ممكن تبقى لابات ليها علاقه يعني مثلا ازاي تعمل فورك للبروسيس، دي ممكن تاخد ازاي تعملها بسي مثلا، الحاجات اللي هي ليها علاقه بالاوبريتنج سيستم تاخدوها كده كده. اي حاجه ليها علاقه بالاوبريتنج سيستمز تبع البروسيس مانجمنت او الميموري مانجمنت او الحاجات دي كلها، او حتى المسج كيوز والحاجات دي هتاخدوا زي بتعملوها بسي، بس ممكن لو في حاجه تانية عايزين تستخدموها ممكن ما تلاقوهاش، لا موجوده في اللابات يعني. اوكي وعامة برضو هتلاقوا recorded lectures للدكتور، مش فاكر موجودة فين بس كان موجود شوية حاجات recorded ليها يعني اونلاين كده، لو هي اللي هتديك عشان مش متأكد من اللي هتديك يعني. هي اسمها ايه الدكتور؟ دكتور منى فاروق. اوكي انا ممكن ازود حتة بس مش عارف انت قلتها ولا لا، بس ممكن اتاكد منك انت قلتها ولا لا. انت قلت لهم على الويب سايت بتاع التشوز ده اللي الامتحانات بتيجي منه؟ سن فاوندري صح؟ اه متهيألي سواء في عامة يعني ممكن نبعته لكم كده كده بعد الميتنج يعني. كان في يعني هي الدكتور الفاينل بتاعها بيكون ام سي كيو، لكن الميد تيرم بيكون ريتن. تمام، الميد تيرم بيكون هي بتعيد امتحاناتها بصراحه، فالميد تيرم بيتعاد شبه الامتحانات القديمه، هتحلوها هتلاقيها بتيجي منها وكويسه يعني. الفاينل هو ما فيش منه حاجات قديمه ام سي كيو، بس بتجيب من موقع كلنا حلنا منه يعني، وبتجيب منه معظم الاسئله او اسئله شبهها يعني. بس فممكن نبقى نحطها لكم برضه لذيذ يعني. بس بالنسبة للاتندنس، هي الدكتور بتاخد اتندنس ولا؟ احنا كنا قلنا في الاول ان هي مش بتاخد اتندنس، بس بتدي بونص للي بيكون اكتف في السيشن وكده. اوكي خلاص، احنا ممكن نخش في اللي بعده اللي هو الديسكريت ماث. لو حد جه في دماغه اي سؤال في الاوبريتنج سيستمز ممكن يسال برضه. اوكي طيب، discrete math هو general شويه يعني، مش حاجه specific قوي في الماثيماتكس، هتلاقوه بيشمل حاجات كتير. فهو يعني حتى ما فيش تعريف واضح لل discrete math، بس هو عامه من الكلمه بتاعته يعني ان هو discrete، فهو بيتعامل مع الحاجات ال discrete دي اول حاجه يعني. طيب ايه الحاجات او الماثيماتكس اللي تحت ال discrete math؟ هو عامة أنا كنت شايف أو كذا حد شايف يعني، حتى دكتور أحمد حمدي تقريبا كان شايف حاجة زي كده، إن الديسكريت ماث المفروض كان يجي قبل الألجوريزمز، علشان هو أصلا الألجوريزمز تعتمد عليه. حتى أنتوا لو أخدتوا الحاجات بتاعة الألجوريزم كومبلكستي وكده أو البروسيس بتاعتها، فكان تقريبا كلها ديسكريت ماث. فهو المفروض إن الترتيب بتاعها يجي قبل الألجوريزمز، حتى أنتوا هتاخدوا في الديسكريت ماث في الآخر خالص هتاخدوا الألجوريزم كومبلكستي إزاي تحسبوها وكده. فالديسكريت ماس بتشمل كذا حاجه، بتشمل حتى جرافس اللي اخدتوها في الالجوريزمز، بس انتوا غالبا مش هتاخدوا ديسكريت ماس في ال مش هتاخدوا قصدي جرافس في الكونتنت بتاع الماده دي. ف
فديسكريت ماس بيشمل كذا حاجه. ممكن نقول اول حاجه مثلا اللوجيك، ممكن نخش على الكونتنت ونرجع تاني للحاجه اللي هنا. بيشمل اللوجيك، البروبوزيشنال لوجيك اللي هو لو انا عندي انجلش مثلا سنتنس ازاي احولها للماس بالحاجات اللي هي اللي انتوا بتشوفوها في البروفس. يعني لو حد مثلا فتح تكست بوك ماث او شاف اي بروف لماث هيلاقي فيه الحاجات دي، الرموز دي. فانت تاخد الرموز دي، ده اول حاجه خالص في الماث، وازاي تحوله كلام الانجليش لماث يوزنج السيمبلز دي، الاند والاور والامبليكيشن والفورول وكده. بعد كده تاخدوا بقى البريديكت لوجيك اللي هو برضو بيستخدم الفورول والدير اكزيست. البريديكت لوجيك هو زي ما قلنا هو الحاجات اللي ليها علاقه بالبروفس يوزنج الحاجات اللوجيكال دي. بعد كده تاخدوا بروفينج تكنيكس. وعامه هو الديسكريت هو انتدكشن لل، او يعني هو بيتبني على اساسه نمبر ثيري. يعني الحاجات اللي خدتوها الامبليكيشن والحاجات دي كلها يبقى فيها البروفس بتاعت النمبر ثيري اللي تاخدوها السمستر اللي بعده، اللي هو السمستر اللي فات بتاعنا اللي هو ثالثه الترم الاول يعني. ففي سيت ثيوري برضو اللي خدتوها، مش عارف انتوا خدتوا probability statistics غالبا خدتوها، فبرضو انتوا خدتوا شويه سيت ثيوري، فلو انتوا تاخدوها في الديسكريت اليونيون والحاجات دي، وهتاخدوا البروفس بتاعت السيت ثيوري يعني هتطعمك اكتر في البروفس مش زي البروبابيلتي اند statistics. الارجيومنتس اللي هو لو انا عندي كذا ستيتمنت وعاوز اوصل للكونكلوجن في الاخر، ازاي اوصل لها يوزنج الستيتمنتس اللي عندي دي، وزي ما قلنا الالجوريثم كومبلكستي، وفي الاخر الكومبيناتريكس. الكومبيناتريكس ممكن يكون بعضكم سمع عنها، اللي هو كاونتنج من الاخر، الام بي ار والان سي ار والحاجات دي، بيبقى فيها مسائل اللي هو هاو تو كاونت. لو انا عندي مثلا خمس تفاحات، بدايه من المسائل السهله دي لحد بقى تبقوا كومبليكيتد اكتر يعني. بس ده بالنسبه للكونتنت. بالنسبه للدكتور، هو الدكتور اللي كان ادانا الماده بتاعت الديسكريت والماده بتاعت النمبر ثيوري هو كان نفس الدكتور، كان دكتور احمد عثمان، وحتى نفس التي اي هو كان تقريبا هشام. هتلاقوا الفيديو بتاعته موجوده، والفيديو بتاع الدكتور برضو موجوده عندنا، وعند جزء منها عند 24 او معظمها تقريبا عند 24، و هتلاقوا يعني الفيديو بتاعتها موجوده، وبرضو الشرح بتاع الاثنين كويس بصراحه يعني، فهتستفيدوا منهم يعني. والكويزز تقريبا بيتعاد الافكار بتاعتها، بس مش شرط تتعاد قوي يعني، بس الكونسبت تتعاد يعني. بصوا على الكويزز هتكون مفيده القديمه يعني. هو ديسكيت ماث ما فيهوش بروجكت اوكي، والميد ترم بيبقى عليه اكبر لود، بيبقى ممكن مش فاكر تقريبا ممكن يكون عليه 25 درجه، فهتلاقوا ان اكتر ميد ترم عليه درجات هو بتاع الديسكريت. الباقي مثلا ممكن يبقى 10 5 15 بالكتير قوي يعني. بالنسبه للريسورسز، لو في حاجه ما فهمتوهاش يعني من الريسورسز الموجوده، فدي بلاي ليست كنت شفتها يعني كانت كويسه، ممكن تبص عليها بريف توتور. لو ايه، لو انتوا استك يعني في حاجه معينه. والتكست بوك برضو الشيت كله من التكست بوك اللي هو كان بروفايدد، فممكن تبقوا تبصوا عليه. بس I think that's it. وطبعا اهم حاجه في اي ماده ماس ان انتوا تحلوا قد ما تقدروا، وبرضو في الماده دي الدكتور بيكرر الفاينلز بتاعتها، فممكن لو لقيتوا فاينلز قديمه تبص عليها يعني يبقى مفيد. بس I think that's it يعني for discrete. لو حد عنده سؤال يقول. أنا ممكن أضيف بس حتة تقسيم الدرجات. هو كان الميد تيرم فعلا من 25، وكانوا 3 كويزز، كان المفروض كل كويز بخمسة، بس في الاخر يعني اتكلمنا مع الدكتور وكان خدنا احسن 2 يعني، والواحد يبقى ب7.5. هو دايما بيبقى كده يعني، يا 3 بـ5 يا ممكن يبقى احسن 2 لو عرفتوا تاخدوا 4 مثلا وتاخدوا احسن 3. فالموضوع فليكسبل يعني، ممكن تخلوا عبد الرحمن يبقى بيتناقش مع الدكتور يعني ويعمل لكم الافضل يعني في الحته دي، والدكتور فليكسبل قوي يعني ولذيذ، ومش بياخد اتندنس، والحضور بالنسبه له يعني مش زي باقي الدكاترة بتاعت القسم اللي بتتضايق من حضوري. بس بالظبط.
اوكي ممكن نخش على الماده اللي بعدها اللي هي مايكرو بروسيسورز 2. اي ثينك ان الدكتور بتاعي يكون دكتور خالد بنسبه كبيره. هو دكتور خالد عامه من الدكاتره اللي بتحب الكرياتيفيتي شويه، فممكن يغير اي حاجه في اي وقت يعني. دي اول بوينت. تاني بوينت، بس هو دكتور لذيذ يعني، وافكاره نوعا ما ساعات لذيذه. البروجكت هو كبير شويتين، 3-4 بروجكت يبقى كبير، متطلب منكم حاجات كتير، وعشان كده معظم الوقت في كل سنه الدفعه بتركز اكتر على البروجكت ده، عشان بيكون محتاج انفستمنت كبير يعني، وفلوس كمان مش تايم يعني كده بس. الامتحانات بتاعته اول حاجه ان هي كانت ام سي كيو كلها، وكانت بتتعاد يعني، عندنا تعادت تقريبا الامتحان بتاعنا بتاع كريدت كان شبه بعض او حاجه زي كده. والام سي كيو بتاعه يعني بيكون جاي من كل الكونتنت، وهنتكلم كمان شويه عن الكونتنت ايه، وهنتكلم برضو عن البروجكت بتفاصيل اكتر. طيب الكونتنت بتاع مايكروبروسيسورز 2 اول حاجه هي ماده هاردوير اكتر، شبه الامبيدد يعني، في حاجات سيميلر تو الامبيدد شويه. هتتعرف على الموتورز لو حد عارف الاردوينو مثلا، هو ده حاجه تبع الامبيدد بس هتاخدوها في مايكروبروسيسورز 2 كمايكرو كنترولر يعني، تتعاملوا معاه تتعاملوا بيه في البروجكت. فهتاخدوا بقى الموتورز ازاي، انواع الموتورز والانكودنج بتاعها وكذا حاجه يعني في الموتورز، وتاخدوا السنسورز، تاخدوا الاي دي سي اللي هو الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، والبارلل والسيريال كوميونيكيشن. تقريبا ممكن تكون اخدتوا السيريال كوميونيكيشن في اسمبلي، هتاخدوه برضو تاني او بتفاصيل اكتر يعني. وفي طبعا هو الكونتنت ممكن تحسوه كبير شويه، هو فعلا كبير، وهي ماده تقريبا الماده عليها 150 على ما اتذكر، فهتلاقوا ان الكونتنت بتاعها كبير، والسلايدز تقريبا فيها كل الكونتنت يعني، مش هتلاقوا كونتنت بره السلايدز قوي، فمش هتحتاجوا ريفرنس في الماده دي. بس وهتلاقوا ان الليكتشر بتاعت الدكتور كلها موجوده عندنا وعند 24، فالكونتنت بتاعها اوريدي موجود. بالنسبه للبروجكت، فالبروجكت بتاعنا كان ان هو يعني هو كل سمستر لازم يكون مختلف يعني، تقريبا يعني مش هتحصل ان يكرر البروجكت عن السمستر عن السنه اللي قبلها يعني. بس هو فكره البروجكت تكون حاجه واحده، ان انت تعمل روبوت كبير. الروبوت كبير ده لازم يكون بيعمل حاجات كتير، هو ده الكونسبتس اللي كان الدكتور ماشي بيه يعني كام سنه فاتوا، عشان العدد بيبقى كبير. طب وليه الدكتور عايز العدد يبقى كبير؟ عشان غالبا عشان يوفر يعني الحاجات اللي بنشتريها، بدل ما يكون تيمات كتير في الدفعه تشتري نفس الحاجه، هو يكون اردوينو واحد 20 واحد مشتركين فيه وكده، فده الكونسبت يعني. وان هو برده ايه يكون تشالنج صعب ان انتوا تمانجوا التيم وهكذا. فالبروجكت زي ما قلت هو روبوت كبير، عندنا مثلا كان روبوت بيلعب 5 ألعاب، والخمس ألعاب دول اللي اختارهم هم المانجرز، وهنتكلم كمان شوية عن المانجرز ايه دورهم يعني. فممكن اديك اوفر فيو كده، مثلا كنا عملنا كذا فيديو، ده الفيديو بتاعنا مثلا عشان اوريكم شكل الروبوت. اوكي مش لازم نشغل الصوت. ماشي، زي ما انتم شايفين هو اول حاجة بيجمع كور، هو ده الروبوت، ده الروبوت من ضمن الروبوت يعني، مش ده الروبوت الوحيد يعني، مش ده الشكل الوحيد. هو كان عندنا تقريبا 3 تيمات كانوا بيتنافسوا مع بعض، كانت مسابقه بينهم يعني، احكي لكم اكتر بعد ما الفيديو يخلص يعني. يبقى اول حاجه بقول كولكتنج، ده بيجمع كور، وتاني حاجه ان هو بينشن على بوينت معينه في بينشن على بوينت معينه اللي هي دي لوحده يعني المفروض. وتالت حاجة ان هو في فوتبول شوتينج بيشوت كورة، بيروح عند الكورة المفروض يروح لوحده، دي كانت تشالنج برضو. ورابع حاجة ان هو بيصد المفروض، وخامس حاجة ميز سولفر. هو اصلا الميز سولفر ده بروجكت لوحده في الامبيدد اصلا يعني، هو كان بروجكت لوحده. بس هو يعني في البروجكت ده هو الدكتور حطه من ضمن الخمس ألعاب يعني، هو بروجكت كبير زي ما قلت. واللي حصل ان هو كان عندنا مسابقه يعني، كان الدكتور قسم الدفعه 3 تيمات،
وكل تيم ليه مانجر. المانجر ده هو اللي مسؤول عن درجات بقية التيم، وهو المسؤول ان هو يمانج التيم، ولو التيم ده خسر فهو بياخد اقل درجة. دوت لود البروجكت مش بتتعلمه تكنيكال فيه قد ما بتتعلموا فيه مانجمنت، وان انتوا تظبطوا مع التيم والستريس واللود بتاع البروجكت وكده. بس يعني نصيحه بتتقال كل سنه ان انتوا يعني ما تضيعوش وقت كتير فيه، يعني انتوا حطوا فيه وقت بس ما تجوش على بقيه الحاجات، يعني لان في الاخر هتلاقوا الدرجات للبروجكت ده مثلا كله على بعضه ممكن يكون 25 او حاجه زي كده، مش فاكر بالظبط. فمقارنة بالمجهود اللي بتعملوه فهو يعني it doesn't deserve that يعني. بس هتتعلمه كتير يعني if you have the time، يعني يعني investه فيه قد ما تقدر، بس حاولوا تمانج التايم ما بين بقية الحاجات، عشان كان معظم الناس عندنا والدفعات اللي قبلنا برضو كانوا بيحطوا كل التايم والافورتس في البروجكت ده وبيضيعوا بقية البروجكت. فده بالنسبة للبروجكت بتاع مايكروسيسورز. السنة اللي قبلنا كانوا عملوا روبوت تقريبا بيعمل 5 طبخات. هو في حد يسأل؟ اوكي ماشي اتفضل. ولا ده كان بغلط؟ ايوه اتفضل يا محمد. محمد خاطر تقريبا مش بس انت عندي مش حلوة. انا لا بس عندي بس سؤال، هو انت ال5 لعب دول اتعلمت فيهم ايه؟ يعني سيلف ليرنينج عملت ايه مثلا؟ يعني مش انت لوحدك، انا قصدي على غير مثلا كان في كمبيوتر فيجن حاجه زي كده. هو بصراحه ممكن تقول لي كده التيم بتاعنا كان اوكي. ارد على سؤالك، هو التيم بتاعنا كان انفست اكتر في حته الكمبيوتر فيجن فعلا، وان هو عمل موبايل ابلكيشن اصلا يديتكت الحاجات دي ويستخدم مودلز وكده. بس في الاخر الايفالويشن ما خدش في اعتباره الموضوع ده، الايفالويشن بتاع البروجكت. بس كاكسبيرينس طبعا اللي اشتغل في الكمبيوتر فيجن اتعلم كتير اكيد. هو طبعا مش كل الناس اشتغل في نفس الحاجه، بس انا بكلمك عن الناس اللي اشتغلوا في الكمبيوتر فيجن مثلا في الحته بتاعه ان هو يديتكت الحاجات وكده، فهم اتعلموا كتير اكيد. بس في الاخر عشان ما تتوقعش مثلا ايفالويشن معين وترجع تتضايق او كده، فهو الدكتور هيفوكس بس على الحاجات اللي ليها علاقه بالكورس، اللي هي المايكرو بروسيسورز، الاردوين والاستراكشر بتاعك. ومن الاخر هتبقى مسابقه، يعني احنا عندنا كانت جيم، واللي بياخد مركز اول في الجيم يعني اللي بيجيب اجوان اكتر مثلا، او اللي الروبوت بتاعه شغال اصلا وفانكشنالي شغال كويس بالرولز اللي محطوطه للجيمز، هو ده اللي بيكون كويس، سواء كان عامل استخدم اي ايه. ده 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 يعني مش بيجيت تيكن انتو كونسيدريشن يعني. حاجات تانية ممكن يكون يعني، هو عامة البروجكت ده كله معظم اللود اللي فيه بيكون ميكانيكال، ان انت تعمل اصلا روبوت بالحجم ده خشب وان هو يكون ستيبل وما يقعش وكده، ده كان اكبر تشالنج. وحتة الكمبيوتر فيجن برضو دي كانت تشالنج، بس هو الدكتور كان انا استخدمه حاجات جاهزة، بس في بعض التيمات شبه التيم بتاعنا ما كانتش استخدم حاجات جاهزة، كانت بتمتلمت شوية حاجات من الاول عشان كانت عايزة شوية فيتشرز معينة. هو الدكتور كان موضوع الكمبيوتر فيجن ده كان سايبه، اللي هو انت المفروض البروجكت ده بروجكت مايكرو بروسيسورز، فانت المفروض تعمل تركز فيه اكتر على حاجات المايكرو بروسيسورز يعني. طب وانتوا قسمتوها بقى ان في شويه مثلا بياخدوا كمبيوتر فيجن وشويه بيعملوا كده وشويه بيعملوا كده، ولا هو عامه التقسيم بيبقى للمانجر هو اللي بيحدد ده؟ وانت ممكن تقسمها بكذا طريقه، يحدد الاشخاص كمان؟ لا هو الاشخاص تقريبا اللي بيحدد الاشخاص هم الدفعه، يعني في الاخر بيتعمل فوت كده، او يعني اللي بيتطوع يبقى مانجر، ممكن كل حد يختار او يعني يا اما هو يروح يكلمهم يا اما هم اللي يروحوا يكلموا يقولوا ان هم عايزين موعد. بس يعني الدكتور مش بيتدخل قوي في الحاجات دي خالص، او مش بيتدخل اصلا يعني. لا قصدي في تقسيمه الشغل، يعني مثلا يقول لك دوت شويه يشتغلوا في حكايه مثلا اردوين وحاجات كده مثلا، وشويه مثلا يشتغلوا في السوفت وير وكده، يعني قصدي مين اللي بيقسم الحاجه دي؟ مين اللي بيقسم مين يشتغل فيه يعني قصدك؟ بالظبط. هو ليه حق ان هو يقسم زي ما هو عايز، لانه في الاخر هو اللي مسؤول عن السكسس بتاع التيم او اللي هيحصل يعني في التيم الاخر، ولو خسر فهو اللي هياخد، فهو المسؤول عن كل ده. يعني هو لو عايز يمشيها يعني بالحب مثلا مع التيم بتاعه فيقدر يعمل كده، ولو هو عايز يمشيها ان هو اللي يختار فهو يقدر يعمل كده برضه. اوكي. فالمانجر بيبقى ليه كل السلطات تقريبا في البروجكت ده، بس دي مش حاجة حلوة ومسؤولية كبيرة أكيد.
وهي برضو تشالنج وحاجة كويسة، بس يعني يكون عارف الكونسيكوينسز بتاعتها لو هو حد عايز ياخد ستيب زي دي. بس ده بالنسبة للموضوع ده. بالنسبة تقسموها ازاي، ففي كذا طريقة، وكل مانجر بقى ممكن يحدد الطريقة الأحسن له. هل مثلا يقسم راندوملي، أو يقسم على كل واحد شغال في ايه وهكذا. ممكن يقسمهم تيمات، تيم كمبيوتر فيجن وتيم ميكانيكال مثلا وتيم مش عارف ايه، او ممكن يقسمهم تيم لكل جيم، يعني مثلا تيم للجيم بتاعه البول كولكتنج، تيم للجيم بتاعه كذا وهكذا يعني. ده بالنسبه للتقسيمه بتاعه البروجكت. بس فانتوا هتلاقوا الكونتنت بتاع الماده دي، يعني هي متقسمه حاجتين. هي متقسمه، هي عامه متقسمه اول حاجه للمايكرو بروسيسور 2 اركيتكتشر. جزء الاركيتكتشر ما فيهوش كلام كتير قوي، لان الكونتنت بتاعه كان قليل، وكان دكتور هوايدا جت في الاخر يعني تقريبا ما ادتش الا 3 ليكتشرز او حاجه قليله كده. وفي الاخر الامتحان بتاعها كان جاء بره يعني الحاجات اللي شرحتها قوي، يعني ما كانش علاقه بالحاجات اللي شرحت قوي. فده بالنسبه للاركيتكتشر ما فيهوش كلام كتير قوي بصراحه. وجزء الاركيتكتشر ما فيهوش اي حاجه غير الفاينل، غير جزء الفاينل اللي بيجي بس. وممكن الدكتور تاخد اتندنس، مش فاكر بتعمل بيه حاجه ولا لا، بس يعني بس كده. بالنسبه لجزء المايكرو بروسيسورز 2، فهو متقسم للبروجكت عليه اكبر لود، والميد ترم عليه لود قليل. وفي لابات، في لابات اردوينو كده. الاردوينو اللي هتعملوه ده هتعملوه في البروجكت، هتتعلموه برضو في اللابات. وهيبقى في، مش فاكر، في لاب اكزام، كان في لاب اكزام عن الاردوينو. فهو كان مين لي اردوينو يعني اللابات بتاعت البروجكت. وبالنسبه للشيت، ففي بعض الشيت كده هتلاقوها بتتكلم عن الكونسبتس اللي مشروحه في السلايدز. اوكي اتفضلي. هو انا بالنسبه لي يعني لابات المايكرو الترم اللي فات ما كانتش احسن حاجه، فازاي ممكن احضر للابات الترم ده بحيث ان انا ادي احسن؟ هو لابات المايكرو، مايكرو تو سهله يعني، هي مجرد اردوينو. اول ما تعرفوا بس الاردوينو هو عباره عن ايه والبيزكس بتاعته، هتلاقوا ان بقيه اللاب سهله يعني. يعني مثلا لو حليت الشيت قبل اللاب وكده، لو حليت الشيت قبل اللاب، هل ده هيساعد ولا ممكن مثلا ايه السورس اللي احضر بيه لللاب؟ هو الشيت ملوش علاقه باللاب قوي يعني. الشيت بيكون فيه حاجات ثيوريتيكال اكتر اللي علاقه بالسلايدز، انما اللاب بيكون هو الاردوينو، هو البروجكت يعني عامه. ففي سلايدز لللاب، لو عايزين تحضروا ممكن تحضروا من السلايدز بتاعت اللاب، او ان انتوا تدوروا على الحاجات اللي بتتشرح ايه بالظبط في الاردوينو وتقراوها يعني. بس تمام. ايه ثاني ممكن اوريكم مثلا على الدرايف الجزء بتاع اللابات لو موجود. اوكي يعني مثلا ده مثال مثلا للاب، هو بيبقى انتروداكشن لاردوينو بس، بيتكون من ايه وكده. وفي الاخر بيبقى فيه ريكويرمنت ان انت تعمل حاجه معينه بالاردوينو، مثلا انت تنور ليد معينه. بيبقى بيزك قوي في الاول، فبيكون سهل يعني. فالفكره ان هو اكيد بيعتمد على بعضه يعني، اللي بتاخده في اول لاب هتستخدمه في اللاب اللي بعده وكده. فمهم ان انت يعني ما تراكمش اي حاجه وتتعلم اول باول يعني الحاجات دي. بس هو يعني بيكون كله معظم اردوينو يعني، وقليل قوي لما تلاقي كونسبتس تبع هو. طبعا كل دي بتبقى ابلايد كونسبتس في المحاضره، بس ما فيهوش ثيوري قوي يعني، مجرد ابلكيشنز يوزنج اردوينو. فتعلموا السنتكس مثلا بتاع اردوينو، هو عباره عن سي. اردوينو هو اللانجوج بتاعته اسمها اردوينو سي، هي قريبه للسي بلس بلس باختلافات بسيطه وشويه حاجات يعني كده رولز يعني هتاخدوها. هتلاقوا ان الاف شبه الاف بتاعت السي بلس بلس يعني، حاجات سهله يعني. فاللابات بتاعت الماده دي اسهل شويه من اللابات بتاعت مايكرو بروسيسورز 1، وليه علاقه بالبروجكت اللي هتاخدوه هنا هو اللي هتطبقوه في البروجكت يعني بالظبط. ممكن تبقى تبصوا على اللابز لو حابين تحضروا قبلها او حاجه يعني. في جزء تاني بيبقى تبع
التمانين ستة وتمانين ده، ده الجزء اللي هو بيبقاش عن أردوينو، بس معظم اللابات تبقى أردوينو، بس بيبقى فيه جزء صغير كده عن الحاجات اللي ليها علاقة بالآي أو كده، وشوية حاجات الدكتور هيشرحها دي هتلاقوا شرح الدكتور شرحها في السلايدز، فدي بتكون معتمدة على شرح الدكتور شوية، يعني الحاجات اللي بيكون فيها شوية حاجات غير الأردوينو دي الدكتور يعني بيكون شرحها في المحاضرة، فمهم ان انتوا تفهموا المحاضرة قبل ما تروحوا اللابات دي. بس هتلاقوا ان بقية اللابس معظمها هو أردوينو او جزء صغير للحاجات اللي هي التانية. بس حد عنده سؤال تاني في الحتة دي ولا تمام؟ هو الدكتور كان عمل عندنا جيم كده، هي عبارة عن انت كان ويب سايت انت بتدخل عليه اسئلة، اسئلة تبع المنهج يعني اسئلة ثيوريتيكال تبع المنهج وتبع المنهج كله، والمفروض ان انت بتاخد بوينتس اكتر لو حد جاوب الاجابة دي غلط، ولو انت جاوبت صح الاجابة بتاخد بوينتس اكتر وهكذا، بيبقى في رولز معينة الدكتور حاططها. هو كان عمل الجيم دي كان بيعملها تقريبا كل اسبوع او كل اسبوعين مدة معينة كده، واللي كان بياخد فيها مركز اول كان بياخد 3 درجات تقريبا، كل اسبوع يعني بياخد 3 درجات، ولو انت الرانك بتاعك عالي عن الرانك الاسبوع اللي فات مثلا فبتاخد بونص اكتر، بونص درجه باين غير الثلاث درجات وهكذا لو انت مركز اول يعني، وتقريبا المركز الثاني درجتين، ولو انت المركز الاخير فبتاخد سالب واحد تقريبا حاجه زي كده. فدي كان الجيم الدكتور عملها، مش عارف يعملها تاني ولا لا، بس كان عملها وهي لذيذه عامه ان انت تشوف اسئله تشالنجينج يعني وكده، بس هو كان في بعض الناس يعني بتخم فيها شويه، فممكن تركزوا في الاسئله دي يعني. بس زي ما قلنا الليكتشرز موجوده وفي اولد سام شبه الدكتور بيجيبها. اظن كده انا بالنسبه للمايكرو بروسيسور 2 يعني خلاص، لو حد عنده اي سؤال او حاجه ما فايدين كفر يعني ممكن يسالني. انا ممكن اضيف حته بس في حته المشروع اكتر، حته ان التيم ليدر يعني حاولوا انتوا اللي هتختاروه اللي التيم هيختاره، هو يعني الدكتور هيقول لكم كده هو اللي هتلبسوا فيه يعني، فهو لو التيم ليدر بتاعكم اخترتوه طلع يعني اهتموا في حته ان انتوا تختاروه، عشان انا مثلا التيم بتاعي اخترنا اي حاجه يعني قلنا مش مشكله اي حد بقى عادي احنا قشطه وكده، بعد كده في الاخر الدنيا بتبقى اوحش بكتير يعني، في الاخر لما بنتزنق والحاجه مش بتشتغل وكده، حته ان يبقى صاحبك معاه الدرجات اللي يقدر يوزعها عليك دي حاجه وحشه من الدكتور يعني، حاجه وحشه اصلا كفكره. وانا رايي لو ينفع عبد الرحمن او انتوا تتكلموا مع الدكتور ان الموضوع ده ما يتنفس، عشان دي بتوقع بين الناس وبعض وبتخلي الدفعه تتضايق من بعض وبتحصل مشاكل كتير، وحته التنافس حته ان انا ضد التيمين التانيين، فإن هو لما يخسر أو ما يعملش الحاجة بتاعته دي في مصلحتي أنا اللي هطلع الأول، فدي برضو مش حاجة كويسة يعني. وإحنا علقنا للدكتور عليها عشان كده أظن معاكو قال لكم تختاروا بروجكت صغير ولا بروجكت كبير وبراحتكم وكده، فخليكم فاهمين كل العيوب بتاعت فكرة البروجكت الكبير دي. حتة الدرجات التيم ليدر في إيده إن هو يدي يشيل درجات من حد ويديها لحد تاني، فممكن ينقص حد يعني تكونوا انتم مقفلين البروجكت ويكون منقصك ومدي لحد تاني، وكذلك التيم ليدر برضو هو اللي لو انتم طلعتوا التيم الاول فهو بياخد زي درجة اعلى حد اداله بونص، يعني لو ادى لحد مثلا 3 يعني 23 من 20 فهو ياخد 23 برضو هو كمان، لو هو طلعوا اخر تيم فبياخد زي اقل حد بيديله الدرجة يعني. بس ومحتاجين تبقوا بس برضو الليدر يعني يكون بيقدر يقسم الدنيا ما بينكو، وانتوا بتبقوا عدد كبير واول مرة تبقوا عدد كبير كده، وحتة الهاردوير مش ألذ حاجة في العدد الكبير يعني احنا خدنا الترم الاول سوفت وير انجينيرنج كان عدد كبير كده، بس كان موضوع لذيذ عشان سوفت وير كل واحد في بيته بيعمل كده، لكن الهاردوير احنا عايزين كلنا الروبوت دلوقتي نعمل نشتغل فيه، وحد تاني عايزه دلوقتي وحد تاني عايزه دلوقتي، طب مين اللي هيشتغل بيه؟ طب من الأول
وفي حاجات مترابطة ما بيننا وما بين بعض، لو قسمناها ألعاب أو قسمناها كمبيوتر فيجن أو سوفت وير وهارد وير أو كده. بس ممكن أبقى أبعت لكم كوركينج سبيس كده كنا بنطبق فيها، عشان جينا في الآخر ما كناش عارفين نطبق فين أو نعمل إيه أو كده، فكنا يا بيوت يا إما كوركينج سبيس. حتى هتلاقوا في الفيديو بتاع أحمد اللي دي كنا مبيتين فيها كلنا، يعني التلات تيمات بيروحوا يبيتوا هناك طول الليل. كان يعني هنبعتها لكم، حد اللي ماسكها من الكلية ف يعني بيطبق عادي، بنطبق فيه كلنا، عشان موضوع في الآخر بيبقى محتاجين نشتغل على الروبوت 24 ساعة، فالناس بتشتغل عليه طول الليل، بنسلمه الناس الصبح تشتغل عليه طول النهار، بيسلموه للتيم تاني بالليل، عشان مش هنعرف كلنا نشتغل فيه في نفس الوقت. بس احنا بصراحة الدفعة بتاعتنا كنا احنا التلات تيمات بنساعد بعض، وكان حتى لما كنا مبيتين اي حد ناقصه حاجة بتاع بنديها لبعض. فحاولوا يعني ما تخلوش الدكتور يعني يوقع ما بينكم او تكونوا كده. هي كانت المشكلة بس بالنسبة لنا التيم مع نفسه في الدرجات، كانت هي دي اللي فيها مشكلة شوية، ان تقسمت الدرجات يعني ليه هو يقفل وليه انا انقص وليه انت تعمل كده، وموضوع بقى بيعوق في الاخر. فحتة الدرجات دي حاولوا تشلوها يعني، ان الدرجات تكون من المعيدين او كده. في الاخر حصلت مشاكل مش عندنا يعني، عند كريدت احنا بنتنافس مع كريدت برضه يعني، كنا التلات تيمات احنا وهم سبعة، كنا 10 تيمات تمام. حتة الدرجات في تيمات في كريدت اتخانقوا، حصل المشاكل دي، نزلوا كلهم مع المعيدين وبقوا يسألوهم واحد واحد، وموضوع كان بايخ وكده. في حاجة تانية، انتوا اللي بتحددوا الرولز بتاعت اللعبة او بتاعت البروجكت، انتوا اللي بتجيبوا الفكرة، فهو مش الدكتور اللي قال الخمس افكار بتاعتنا دي، دي كانت المانجرز، العشرة مانجرز هم اللي اختاروها، هم اللي بيختاروا الكرايتيريا بتاعت التصحيح. كل الحاجات دي خلوا بالكم منها عشان انتوا اللي هتعملوها، فما تبقوش عاملينها باستسهال كده وتلاقي في الاخر انت لبست فيها يعني. بس حاجة كمان برضو، حاجة كمان اضافة بالنسبة للبروجكت، وهو ان انت لو حاولت تفوكس على كل الخمس حاجات مثلا في نفس الوقت، ممكن في الاخر توصل ان انت ولا حاجه فيهم اشتغلت، وفي الاخر هتاخد صفر، او بالنسبه للافاليشن بتاع الدكتور هيبقى صفر. انما لو في حاجه واحده شغاله من خمسه، ده على الاقل كده انت خدت درجه، هتكون اخدت فول مارك للحاجه اللي شغاله مثلا. ده طبعا الستيت بتاع بقيه التيمات. بس احنا كان عندنا مثلا، كان عندنا اللي شغال عنده حاجه هو كده قفل، عشان كان بقيه التيمات الحاجه دي عندها مش شغاله مثلا. فيعني بالنسبه للتقسيمه، حاولوا تقسموا الدنيا بحيث ان انتوا تشغلوا، تخلوا الحاجات شغاله، تاكدوا ان حاجه اولانيه شغاله، وتعملوا انتجريشن اول باول، ما تجيش في الاخر تعملوا انتجريشن لكل الحاجات مع بعض فتلاقوا حاجه الدنيا ضربت اصلا. فالانتجريشن يكون اول باول، عشان الانتجريشن بيكون ممكن يكون اصعب حاجه، ممكن تكونوا عاملين كل حاجه شغاله لوحدها، بس تيجي في الاخر تعملوا انتجريشن للخمس حاجات مع بعض لو الدنيا مش اشتغلتش يعني. فانتوا مهم تكونوا مسلمين الحاجه شغاله، ده اول حاجه خالص بالنسبه للتقييم. لو انتوا لو في حاجه مش شغاله فالدرجه بتاعتها تكون صفر، حتى لو 90% منها اشتغل، بس ناقص حاجه عشان تستارت وكده. فالدكتور او التقييم بتاع المعيدين وكل الناس مش بيتيك انت كونسيدريشن الحاجات دي. في حد رفع ايده فاسالي لو عايزه. هو انتوا اكيد جربتوا كذا كرايتيريا لتقسيم الشغل يعني، قولوا لنا ايه كل كرايتيريا، ايه مميزاتها وعيوبها يعني، نقسم على اساس كل لعبه مثلا او ايا كان البروجكت بتاعنا هيبقى ايه، ولا نقسم على اساس الدومينز يعني نعمل ايه. هو انتوا ممكن تعملوا ميكس بين الاثنين يعني، تخلوا مثلا لو فيكم حاجه كمبيوتر فيجن، تخلوا في تيم مثلا مسؤول عن حاجات الكمبيوتر فيجن بحيث نركز فيها. بس في الاول والاخر لازم يكون، انا شايف يعني وجهه نظري انا، ان لازم يكون في التيم اللي هو شغال على حاجه من خمسه لازم يكون مع بعض، لان في الاول والاخر هم يكونوا معظم الوقت افكارهم مترابطه ببعض. ما ينفعش حد مثلا في التيم ده يفكر في حاجه كمبيوتر فيجن مش ابليكابل مع الديزاين بتاع الميكانيكال مثلا. فانا شايف ان لو هتظبطوها ان كل واحد يكون شغال ميكانيكال، فلازم يكون في كوميونيكيشن باستمرار ما بينهم. هو احسن حاجه ان هم يكونوا مع بعض في تيم واحد، ولو في حاجه سبيسيفايد زي كمبيوتر فيجن ممكن تخلوا ليها الناس تشتغل فيها يعني. بس هو اهم حاجه الانتجريشن. كمل ماشي كمل. انا واحمد كنا هو كان في تيم وانا في تيم، فممكن برضه اقول لكم احنا عملنا ايه. هو دي من وجهه يعني، هو في احنا مشينا بطريقه وهم بطريقه برضه. احنا في الاول انتوا في البدايه هتبقوا مش عارفين تقسموها ازاي فعلا،
عشان هو الموضوع في الاول مش لعب يعني. يعني انا مثلا كنت البول كولكتنج كنا واخدين اللعبه دي، طب انا عايزه يمشي، طب في حد تاني اللي هيشوط الكوره عايزه يمشي برضو. ففي حاجات في الاول بيزكس بقى، فمثلا حد هيبقى بيعمل الكود او الهاردوير بتاع ان العربيه مثلا او الروبوت ده يكون بيتحرك قدام ورا يمين شمال، بيعرف يلف ويبقى عامل فانكشنز كده جاهزه، ان كل التيمات هتستخدم الفانكشنز دي تلف موديولز معينه، هتبقى بتلف هتبقى بتتحرك. تيم تاني هيبقى هو مسؤول بقى ماسك الموتورز، وهو اللي حط بقى العجل وهو اللي ظبطها وهو اللي عمل. تمام. فابتدينا في الاول نقسمها بالحاجات اللي لازم يعني هتتعمل فيه. تيم تاني هو اللي عمل الخشب والهيكل بتاعه يعني. عشان في الاول ده عشان يبان له ملامح. بعد كده اتقسمنا بقى ان كل واحد ليه لعبه معينه. في الاخر مثلا كان في حاجات مشتركه ما بيننا، كان ممكن ناخد مثلا كام حد من كل تيم، اتنين من كل تيم بتوع الالعاب مثلا، ويبقوا دول بيعملوا لنا مثلا الميز مثلا، او بيعملوا لنا الجوريزم، او بيعملوا لنا مثلا الكمبيوتر فيجن مثلا، بيبقوا هم مركزين فيها اكتر حاجه. بس هو ده كان بيتعمل معانا يعني. مثلا المسدس كان محتاج كمبيوتر فيجن، البول كونكتنج كان محتاج، كان في حاجه تانية محتاجه، مش الميز، كان في حاجه تانية بس مش فاكر ايه، كانت محتاجه برضو. محتاجه ايه؟ الصد كان محتاج كمبيوتر فيجن برضو، ان هو يعني يبقى في كاميرا فوق محطوطه. فالثلاث تيمات دول محتاجين نفس الحاجه، كان غالبا في اتنين من كل تيم مركزين على الحته دي، والباقي كان مركز في الحاجات الباقيه اللي هو الهيكل نفسه او يكون بيتظبط او كده. ما تزنقوش نفسكم بقى بالتفاصيل بتاعه الدكتور، هتلاقوا في الاول في تفاصيل محترمه، وانتم يعني ايه حته مثلا ايه، ان في الاخر لازم يكون في كله انتجريشن، وما يكونش متوصل غير ببلوتوث مثلا، ما يكونش متوصل بسلك باللابتوب، ويكون في زي مثلا لوحه كده فيها ارقام، كل رقم بتاع لعبه، فلما ادوس عليه هو يبتدي اللعبه دي. ده كان كل ده المفروض يعني نعمله. ان احنا نكون مثلا متوصل الكمبيوتر فيجن ده لوحده، يكون الكهرباء كتير، كل الكلام ده كنا المفروض مطلوب مننا. بس ولا تيم من العشر عملوا الكلام ده خالص، مفيش. ده كنا باللابتوبات بنغيرها، ان اخلع اللابتوب بتاعه ويحط التاني ونمشي بسلكه، المهم اللعبه تشتغل. وكان الدكتور بيدي ما كانوش بيركزوا، مثلا البول كولكتنج كان المفروض لونين، يجمع لون وما يجمعش لون، وفي وقت معين، ولا كان في وقت ولا ما ولا الكلام ده خالص، كان يجمع في الاخر. بس ده بيعتمد برضو على باقي التيمات اللي معاكم. في نصيحه تانية بالمره كسر دماغي، حاولوا تبداوا بالاول، يعني ما تجيبوش باتريز لو تشتغلوا في حاجه سكيل كبير، هاتوا من الاول السبلاي بالظبط، لان احنا جبنا باتريز وقعدنا نجيب باتريز وشواحن وبتاع وانفست فيها وقت كتير وفلوس، وفي الاخر لقينا ان هي بتخلص بسرعه، ففي الاخر جبنا سبلاير يعني. بالظبط، كنت اقولها برده، مستني اخلص. دي حاجه مهمه قوي يا جماعه يعني، مش نصيحه وخلاص، دي حاجه لازم تعملوها، وقولوا لباقي الدفعه يعني. 16 اللي انا دول مسؤولين ان هم يقولوا لباقي الدفعه، عشان احنا فعلا الثلاث تيمات قعدوا يعملوا كده في الاول. جبنا باتريز وكنا بنشحنها، وكنا بنجيب، وكمان جبنا موتورز ضعيفه وجبنا عجل ضعيف، كل ده اترمى، كل دي كانت فلوس بتترمي يعني، ما عملناش بيها. رجعنا كبرنا الموتورز وكبرنا، لما الروبوت بيتقل ما بيقدرش يتحرك من الموتورز الضعيفه يعني. احنا ممكن نكون مظبطينه على الهيكل، بس لما نيجي نحط الالعاب بتاعتنا بنلاقي ان الموتورز مش قادره تشغلها دي. فمن الاول هاتوا موتورز قويه، والموتورز القويه دي محتاجه سبلاير. السبلاير ده يعني لو حد مش فاهم يعني بالفيشه، يعني تكون بتوصل بالفيشه يشتغل، بيحاول من 2 من 220 لايان كان اللي انت هتستخدموه يعني للبورد. تمام. فما تجيبوش باتريز ولا الكلام ده، فلوس كتير كده. ماشي بسلك، مش هتحصل. هيبقى ماشي بسلك يعني؟ هيبقى ماشي بسلك، سلك طويل، انت تجيب سلك طويل كده يتوصل بيه. ده لازم يعني هو الدكتور مش هيقول فيه اي حاجه، ده لازم. ولو حد حب يجيب بطارية تستحمل فهيدفع جامد، مش أقل من 5000 جنيه كرقم يعني، ده أقل حاجة خالص. وبيبوظوا وبيتشحنوا، وأنا وباجي أديها للتيم اللي بعديا ما ياخدش البطاريات مني، ويقول لي أنا جيت أجرب لقيته مش شغال، ويقعد هو ما يعرفش يعمل إيه. وبعد كده ينزل التيم اللي بعديا اللي خده مني وهو معهوش بطاريات، هيعمل إيه؟ هينزل يشتري بسرعة عشان يلحق الدنيا، وكده بقى عمالين نصرف. وفي بادجت معينة بيحطها بالظبط، بس البادجت تقريبا معظمنا ما استلمناش، ما التزمناش بيها تقريبا قوي، فاضطرينا نعليها او حاجه زي كده. ف
فالموضوع فليكسبل يعني، بس يفضل ما تصرفوش كتير يعني. كان كام بقى البادجت دي؟ كانت بالنسبة لكم يعني؟ هو الدكتور كان قايل 2700 او 2500 او 2000 وحاجة، مش فاكر 2000 وكام، بس احنا بدنا نعليها يعني، وفي الاخر ما حدش التزم بيها اصلا يعني. احنا مثلا البادجت بتاعتنا احنا ممكن تكون وصلت لسبعة او ثمانية، بادجت بتاع تيم تاني مش فاكر ممكن تكون وصلت لعشرة حاجة زي كده، او في نفس الرينج يعني. تيم ده صرف جامد، في تيم مننا صرف جامد قوي في والفلوس اللي بتدفع بتكون في حاجات بسيطة يعني، شوية جامبرز وشوية حاجات هتلاقوا بتجيبهم كتير، فهتلاقوا في الاخر دفعتوا الحاجات دي، او في برضو الموتورز والحاجات دي لو ما جبتوهاش صح هتدفعوا اكتر وهكذا يعني. بالظبط كل ده وبيترموا للأسف يعني، يعني الموتور الضعيف خلاص مش هتعمل بيه حاجة، ما لوش استخدام، فمن الأول حاولوا تختاروا موتورز قوية يعني. بالنسبة للمكن تشتروا منها ففي رام وفي فري تقريبا، كانت معظم الدفعة بتجيب من فري عشان أرخص شوية، في فري تقريبا كل دول في باب اللوق في التحرير، هتلاقيهم تقريبا في شارع باب اللوق، في فيوتشر برضو، في فيوتشر فيوتشر الكترونيكس مش فاكر فيوتشر فين بصراحة، مش فاكر في التحرير ولا لأ، بس غالبا مش في التحرير. وفي يو جي سي ده بالنسبة للموقع، ولو حد أكيد مفيش حد من اسكندرية صح؟ ماشي خلاص ماشي. طيب ده بالنسبة للأماكن. حاجة تانية نسيت أقولها مهمة، إن الامتحان بيجي أوبن بوك، فأنتوا عادي ممكن بتاع أدفانسد مايكرو بروسيسورز يعني، الجزء بتاع المايكرو مش فاكر الجزء الاركتكتشر تقريبا مش اوبن بوك، بس جزء المايكرو بروسيسور تقريبا اوبن بوك حاجه زي كده، فانتوا ممكن تطبعوا السلايدز وتعيشوا منها يعني. هتلاقوا كل الاسئله جايه، بس الكونتنت كبير جدا فتاخدوا وقت على ما تدوروا فين، فممكن تحددوا الحاجات المهمه وهكذا. بس هو الام سي كيو تقريبا كان كتير، ممكن يكون 80 سؤال او لا 100 حتى تقريبا، رقم كبير كده. هي فعلا. حد عنده سؤال عشان وقتكم بس ممكن نخش في المواد اللي بعدها؟ وعمتاً حتى لو ما عندكوش دلوقتي عندكم على باقي السمستر يعني في أي وقت في حاجات، فأنا كده كده بعت لكم برضو رقم أحمد ومعاكم رقم كذا حد من الدفعة، مش لازم تسألوني أنا عشان لو أنا مش بفهمكم يعني أو مش بشرح كويس، تقدروا تسألوا أي حد في الدفعة يعني، أي حد مننا وهتلاقوا أكيد بيساعد يعني. ماشي، أنا محتار ما بين اختيارين، إن أنا أعمل Advanced Programming Techniques وتبقى كده خلصنا مواد القسم، فلو حد عايز يقفل عشان وراه حاجة، أو إن نفصل شوية بـ Economics مادة كده بسرعة هتكلم عليها سريعا، مش كلام كتير، بس نفصل بيها من مواد القسم اللي عمالين نقولها. ماشي، تعالوا نعمل economics بسرعة. بصوا، هو نفس دكتور هشام ولا هيديكوا، أظن أنتوا يعني هتبقوا عارفينه شوية يعني، اختبرتوا الموضوع. أنا أقول لكم بس أكتر نصايح أكتر من من حاجه يعني. احنا ما كانش عندنا كويز الترم الثاني، كان في 2 اساينمنتس بس برزنتيشن احنا كنا بنعملها المفروض. هو محطوط تيم 1 بس كده كده المندوب بيجمع يعني كل التيمات وكل البرزنتيشنز. اظن انتوا جربتوا في البروجكت مانجمنت يعني، الموضوع ما بيكونش قوي من البرزنتيشنز يعني. الحاجه الحلوه في الاقتصاد ان في كتاب بتاع الدكتور هو اللي بيديه لنا يعني. الكتاب ده بصراحة في الاقتصاد كان بيجي منه، في شوية حاجات بيجي منها يعني. هو الدكتور بالعربي كده هيقول لك أنا عندي، هو هيجيب 4 أسئلة أظن، قال لك في سؤالين هجيبهم من هنا من أول 3 فصول أو 4 فصول، وسؤالين تانيين هجيبهم كتفكير اقتصاد. هو بيحب الاقتصاد وبيحب يفكر فيه وكده، بس الأسئلة برضو بتبقى موجودة في الامتحانات القديمة زي ما انتوا شفتوا. بس فهو كان عنده 2 assignments يعني، البرزنتيشن وواحد تاني كده بيفتكس فيه كل دفعة يعني. انتوا حتى الدفعة بتاعتكم في البروجكت مانجمنت ما عملش الassignment زي بتاعنا اللي هو التاني، بس قسم عليه غالبا 25 درجة و 15 حاجة كده يعني، والدرجات برضو ما كانتش منطقية قوي زي ما انتوا شفتوا يعني في
project management يعني مش بتبقى انت فاهم درجتك ليه بس بس مش مشكلة بقى. الفاينل غالبا كان احنا 4 أسئلة من 4 أو 6 هو كده 4 يا 6 فممكن حتى عبد الرحمن في الاخر يسأله كده هما كام سؤال يا دكتور او كده هيقول لكم كنت بتكلم معاه وقال لنا يعني. بس ست أسئلة بيجي من البوك وسؤالين مثلا هتلاقيهم من الامتحانات القديمة بقى الدولار مثلا أخباره إيه مش عارف إيه ممكن تلاقي سؤال عن التعويم والحاجات اللي فاتت دي عايز يشوف رأيك عايز يشوف أنت بتفكر إزاي أو كده هتحاول أنت بس تعبر مع كتابة كتير وتفهمه حاجات منطقية عن اللي هو بيقولها يعني عن الكلام اللي هو كمان بيقوله ببقه بيتبسط بيه لو عرفت تعمل له comparisons كده وتعمل له جدول تكتب له شوية بالإنجليش وشوية بالعربي مع رسومات مثلا من اللي هو كان بيرسمها على البورد أو في الكتاب أو كده لو أنت رسومات من دماغك حسيت إن لا دي معبرة نعمل دي في بابل كده وأطلع منها حاجات الحاجات دي بتجيب جامد مع الدكتور يعني فتلاقي الدرجات فرقت يعني ما تزعلش يعني لو انت ما جبتش فيها امتياز او جيد جدا او جيد هو كل الدفعة كده فهي بتنزل الدفعة كلها هي المادة دي والمادة الأولانية يعني ده على الدفعة كلها فما تقلقش يعني بس حد عنده سؤال في الاقتصاد والمادة دي بقى زي ما بنفهمهاش صح زي الترم الأول كده ولا هنفهم زي الترم الأول بس عن نفسي يعني زي الترم الأول بس أنت ممكن تفهمها شوية يعني لو حد بيحب الاقتصاد ممكن يفهم شوية فيها يفهم كإيه مفيش ريسورس عربي مثلا ممكن نوصل مفيش إيه؟ ريسورس عربي ده عربي ده اللي أنا كنت فاتحه ده بالعربي هو كتاب كفاية بصراحة يعني بيكون فيه الحاجات اللي بتيجي لا انا كان نزل على اليوتيوب مثلا او حاجه يوتيوب ممكن تدور بس هتلخبط نفسك يعني بص الكتاب ده انت عشان تخلصه وتحفظ الحاجات فيه صعب مش حاجه سهله لو عملت ده هتضمن شويه درجات كويسه هو شويه كتير مع انك تعرف بقى اللي هو مثلا التعويم ده كويس ولا وحش طب وايه فايدته طبعا كل الناس هتقولك التعويم وحش عشان ده اي حد هو بقى الدكتور هيقولك لا مش وحش وهيبتدي بقى يفهمك ليه وايه مزايا التعويم وليه بيحصل وليه فاهم بس فهو لما يجي يسألك بقى في الامتحان ويلاقي واحد بيقوله لا ده التعويم ده بيعلي الاسعار والاقتصاد وبيوقع الاقتصاد وكده هيقولك لا ده محضرليش ومش فاهم حاجة وبيقوم مصفر له السؤال يتضايق منه فهو هتلاقيه كلنا فاهمينها بطريقة الشعبية يعني كل الشعب معتمد عليها هو الدكتور هيبقى بيقول لك لا وزيادة الطلب هي اللي بتعلي الأسعار ولا زيادة الأسعار هي اللي بتعلي الطلب ومين الأول الحاجات دي بقى تلاقي الدكتور هو بيركز فيها وعايزك بقى تبقى فاهمة حد عنده سؤال هو ليه تعريف معين كده التضخم يعني بيحبه كده لو انت عرفت التضخم بتعريف تاني فانا هيزعل شويه هو بيحب الكلام اللي هو بيقوله يعني بيحب نبقى ملتزمين بيه حد عنده سؤال يقول ماشي ممكن عشان الوقت نخش في الماده اللي بعدها Advanced Programming Techniques الدكتور هيجي يشرح لكم اول محاضرتين مثلا اظن 2 أو 3 وبعد كده هتبتدوا انتوا لازم تعملوا تيمات التيمات دي هتبقى هي اللي بتعمل المنهج باقي السمستر كله يعني بس الدكتور مش هيشرح تاني ولا هيعلق ولا هيطلع يتكلم ورا حد هو انتوا اللي هتشرحوا بس فالموضوع لذيذ ووحش لذيذ لو انتوا عرفتوا تستغلوا ده كويس في مصلحتكم وحش لو انتوا عملتوه بقى لو انتوا يعني عملتوا سلايز صعبة مواضيع صعبة سلايز طويلة وكده يعني نخش في تفاصيل اكتر اقول لكم اكتر دي مثلا البرزنتيشنز والمواضيع بتاعتنا كانوا 10 هو الدكتور اللي بيختار المواضيع وبيحطها في
في اكسل شيت كده هيقول لكم قبلها انا هنزلها امتى في المحاضره، ركزوا. واول ما ينزلها انت هتخش تختار اللي انت عايزه. فحد مثلا تيم عايز رياكت اسهل، مثلا تيم ما يعرفش حاجه عن السوفت وير تيستينج، هي مواضيع منفصله مش منهج معين، نو اس كيو ال، دارت، فلاتر، ديزاين باترنز، نتورك بروجرامنج، وسكيور بروجرامنج، ويب سيرفيسز، وجيت وجيت هاب. ممكن حد يقول لك ده سهل انا عايزه، فاللي بيلحق هو اللي بيلحق بيخش ياخده، وهو الدكتور بيقول كده يعني من الاول. بس دول العشرة، وكان في ثلاثه الدكتور بيعملهم في الاول عن الثريدز وال او البارل بروجرامنج والحاجات دي. سلايدز عملاقه للاسف عشان الناس اللي بتعملها 98 سلايد، ده افريج سلايدز يعني. فانت انتوا اللي بتقرروا ده وانتوا اللي بتعملوا ده ماشي. حاجه تانية، الدكتور مش شرط السلايدز اللي انتوا حطيتوها هو اللي يجيب منها او هو اللي يحطها لكم. هو هتلاقيه بيمسك السلايدز بيصفيها تاني، حته ما عجبتوش او بعدين يعني، حته ما عجبتوش او حته عايز يقطعها بيقوم قاطعها ويقوم ايه ويقوم منزلها لكم على الكلاس روم. يعني دي بتاعت الدكتور مثلا، هو لو عاملها احنا عملنا دي من ستريم، عملوا السلايدز دي تمام. الدكتور دي بتاعت كريدت، سلايدز تانية مختلفة، الدكتور حابب بتاعت كريدت اكتر، وقص منهم كمان يعني هما 241. بصوا الارقام يعني، حاجة مش انتوا هتتخضوا منها، بس المادة دي انتوا كلكم هتجيبوه في امتياز يعني. اهو بصوا بقى 145، وما خدش اصلا بتاعت مينستري. يعني لو انتوا محتاجين تذاكروا اقعدوا زنوا على الدكتور ان هو يبعت لكم السلايدز او كده عشان تذاكروا تمام. ده بالنسبه للسلايدز والمذاكره تمام. طب ما فيش شيتات وما فيش اي حاجه زي كده، في ايه؟ في ان انت بتحط كويز جوه الليكتشر تمام، اظن بيبقى بونص او بيبقى عليه درجه يعني. حاولوا تخلوا الكويز ده سهل عشان تفيدوا بعض يعني، موضوع مش يعني عشان كلكم تستفادوا. وكويتشن بانك انتوا اللي بتحددوه ماشي. لو في الاخر حصل معانا ايه، الميد ترم كان ريتن والفاينل كان ام سي كيو تمام. الفاينل حرفيا جالنا يعني مثلا جه على كل الاسئله، جه على كل الليكتشر سوري ماشي، كان بيجي مثلا من سؤال واحد مثلا هنا لسؤال 10 في الديزاين باترنز كده زي دول، هو كده بكل حاجه تمام، من اللي احنا جايبينهم تمام. وبعد كده يخش على الموضوع اللي بعده، الكويتشن بانك بتاعته بتاعت الليكتشر اللي بعدها، وياخد مثلا اول 10 او عدد اسئله معينه منها. ففي الاخر كان الموضوع كلنا حلينا كويس، عشان يعني قعدنا نقرا الكويتشن بانك بتاعتنا بتاعت كل موضوع، وهي دي اللي جت منها. بس اول ثلاث مواضيع الدكتور هيشرحهم، مش هيبقى ليهم شيت ومش هيبقى ليهم حاجه، بس هتلاقيهم غالبا يعني احنا هنا الثلاث مواضيع دول كان الدكتور واخد السلايدز من الدفعه اللي قبلنا. يعني دي سلايدز مش بتاعت الدكتور، دي سلايدز بتاعت الدفعه اللي قبلنا كانت هي اللي بتشرح ده. فممكن انت برضو اول ثلاث مواضيع يكونوا من السلايدز بتاعتنا، فتخش تشوف الكويتشن بانكس بتاعتنا بتاعت الموضوع ده، ممكن الدكتور يكون بيجيب منها او هيجيب منها او كده. بس فول الموضوع في الاول هتحس انك تايه توها غريبه وكلكم بتصيحوا من الاي بي تي، هتيجوا في الاخر تلاقوا ان الموضوع مش مشكله الاي بي تي خالص. الاي بي تي ده هيبقى ماده يعني معظمكم او كلكم هتجيبوا فيها امتياز، فما تهلعوش منها في الاول يعني. عشان المواضيع بتاعتها ممكن تخضكم شويه، ستريدز والحاجات دي جديده عليكم يعني شويه لو ما حدش سمع عنها. بس نتكلم عن اللانجوج اللي هتبقوا فيها في اللابات. اللابات مالهاش علاقه بالمواضيع قوي يعني، ممكن كل فين وفين تلاقي موضوع، عشان هو صعب يعني يعمل لك لاب على فلاتر وبعد كده لاب على نو اس كيو ال ولاب على السكيور بروجرامنج وكده. اللانجوج هتكون بجافا تمام، بيبقى في ريكويرمنت بتبقى لذيذه كلها بجافا. تبقى دي حاجات انترودكشن يعني، اعمل لي ماتريكس مثلا والماتريكس دي هو كله بجافا، انترودكشن تو جافا. ماتريكس مثلا واريز، وتعمل لي ترانسبوز بتاع الماتريكس. هتنتهي في الاخر بانك تعمل مثلا ثريدز وتعمل كلاينت يكلم سيرفر حاجات كده يعني. واللابات ما كانتش صعبه قوي ماشي. البروجكت كان لو انتوا سمعتوا هو سيرش انجن، وبيبقى كده على طول
يعني ما تغيرش مننا او السنه اللي اللي قبلنا كمان. انت بتشوف بقى السيرش انجن ده بيتعمل ازاي. للاسف هو موضوع ملوش علاقه باللي انتوا بتذاكروه او باي حاجه، بس انتوا لو دورتوا وفهمتوا ده هتلاقوه، وهتلاقوا باشمهندس ايمان عامله فيديوهات عليه، وهتلاقوا فيديوهات في اليوتيوب عامه والريسورسز شرح ده وعامله ده وفي الاول هتحس ان انتوا تايهين، بس هيبقى في الاخر هتلموا الدنيا. انك تعمل كرولر واندكسر وتشوف يعني ايه اندكسر اصلا وهو بيفهم الدنيا ازاي، وفي الاخر بتعمله ويب انترفيس عشان تعمله سيرش بيه كده. بصراحة البروجيكت يعني لذيذ كعندكم يعني في السي في او في جيت هاب، ان انتوا يعني ان انتوا عملتوا سيرش انجن بقى بنفسكم بجافا يعني. في المواضيع كلها يعني البروجيكت بتاع الترم ده تلاقيه حلوة يعني ولذيذ، بس جافا بيساعدك في حاجات كتير على فكرة في ده يعني، لغة مش صعبة يعني. بس ممكن تصوروا الحاجات بتاعتكم هتبقى حلوة، بحيث ان لو في الاخر ما عرفتوش تقروا البرزنتيشنز فحد يتفرج او كده، لو حد بيشرح كويس او كده ما تحاولوش، عشان في ناس عندنا كانوا بيعملوا كده وفي السنة اللي قبلنا برضو عملوا كده يعني. ما تحاولوش مثلا تعملوا سلايدز مثلا مش كبيرة بقى وخلاص، هي يعني مش فكرة كبيرة، هي مشكلة مش ان الموضوع تبقى كبيرة، بس الفكرة ان ممكن تلاقي حد هو بيشرح تلاقيه بيعمل ايه، هو نفسه مش فاهم ده، يقول لك هاو تو كرييت جي اس اكس، وتلاقيه في الفيديو عمال يعمل كده 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 وراح مكمل. طب ليه بقى، ليه حطيت كل السلايدز اللي انت مش فاهمها ومش عارف تشرحها دي؟ فالاحسن ان انتوا يعني لو حاجه انت مش فاهمها ومش عارف تشرحها كويس ما تحطهاش في السلايدز، عشان دي هتبقى مذاكره عليكم والدكتور ممكن يسال فيها. بس دي كانت حاجه مضايقانا في الدفعه اللي قبلنا وفينا كمان في بعض التيمات فينا، ان انت في جزء في السلايدز مش فاهمه تيجي تشوف الفيديو تلاقي اللي بيشرح راح عمل كده في الجزء ده. بس فما تغلطوش نفس الغلطات دي يعني، او قللوا منها حتى لو كده. بس حد عنده سؤال في المادة دي؟ انا مش عارف مين بس اتفضل قولي. هو يعني كده اول 3 ليكتشرز بس الدكتور هيشرح، بعد كده كلها برزنتيشنز؟ اه مظبوط، 10 برزنتيشنز انتوا اللي هتشرحوهم، واول 3 بس الدكتور هو اللي يشرح. اه تمام. والتيمات ممكن تبتدوا تعملوها بقى، تعرفوا من الدكتور، هو الدكتور اول ليكتشر اظن او تاني ليكتشر هيقول لكم، هيقول لكم انتوا بعد كده انتوا اللي هتشرحوا، والتيم هيبقى مكون من كذا، حاجه غالبا 8 من 8 ل 9 حاجه كده، وانتوا بتبتدوا تعملوا التيمات بقى وبس. بيكون كل واحد في حدود 10 دقائق يطلع يشرح 10 دقائق لربع ساعة، بتقسموا يعني لساعة ونص عليكم بس. والكويس حاولوا تجيبوه لذيذ، وممكن يبقى اونلاين كمان، ساعات كان اونلاين يعني، احنا انا التيم بتاعي عملها اونلاين وسجلنا الفيديو اونلاين كان في الاوقات الاخيرة يعني، فده اوبشن ممكن تبقوا تقولوا للدكتور وهو مش بيعترض يعني. لحظة، هو الكويس دوت اللي هو ايه يعني؟ بنمتحنه في نفس المحاضرة؟ اه في نفس الليكتشر في الاخر، بيبقى كل تيم محضر كويس في نفس الليكتشر تمتحن. درجات يعني؟ اه بيبقى عليه درجات. اه بس انا شايف الموضوع صعب شويه، لان هو انت الحاجات دي كلها اصلا تكنولوجي لوحدها. بالظبط، الموضوع صعب. ما انت مش هتبقى بتذاكرها بطريقه ان انت هتتخصص في فلاتر، مش تعمل وهو الدكتور مش عايز منك كده، مش هتعمل مثلا مشروع بفلاتر انت، بس هو عايزك عارف ان في ايه فلاتر ده وبيعمل ايه، سكيور بروجرامنج ده بيبقى ايه، الحاجات اللي فيه ديزاين باترنز دي انواعها ايه او كده، او يعني ايه ديزاين باترنز، بيبقى عايزك تاخد اوفر فيو على كل حاجه. بس ده هدف الدكتور وهدف الكورس ده، انك يعني تعرف الحاجات دي يبقى عندك نوليدج كده، يبقى لما تيجي تتناقش مع حد او كده تبقى انت عندك نوليدج دي. عشان مثلا شايف رياكت ام بي انستول وام بي ستارت وكده، فدوت التكنولوجي نفسها، فالحاجات دي اكيد مش بتذاكر صح ولا؟ ما هو ده الدفعه، ده الكونتنت بتاع الدفعه، انتوا اللي بتختاروه يعني. هو الدكتور بيقول لك رياكت ورياكت نيتف مثلا، انت بقى واحد راح قال لك تعالى بقى انا هفهمك رياكت من الاول للاخر، تعمل بيه بروجكت وهيدي لك كل التفاصيل بتاعته جوه السلايدز، انت مش هتعرف تعمل له حاجه والدكتور مش هيعمل حاجه، الدكتور بيشيل بقى اللي هو مش محتاجه من السلايدز. بس الدكتور احنا ذاكر من الدكتور هينزله في الاخر. اه ذاكر من الدكتور هينزله في الاخر، بس ممكن الدكتور ما يشيلكش ان بي ام دي يعني.
بس انت خليك فاهم يعني ان هو هيبقى بيسألك في الكوتشن بانك من الاخر يعني، ما انك تقرا سلايدز يعني مذاكرة المادة دي او اللي في ايديكو ان انت تقرا السلايدز، ما انك تحل الكوتشن بانكس بتاعتك وبتاعت الدفعة اللي قبليك مثلا لو حابب يعني، لو الدكتور حاب يرجع او بتاعت كريديت اللي معاكو وخلاص، والدكتور هيخياركو في الاخر ما بين ام سي كيو ريتن. انا رأيي الشخص يعني يبقى ام سي كيو لذيذ يعني، عشان ريتن في المادة زي دي بتبقى تكتب كتير يعني. تمام. بس حد عنده سؤال تاني يقول؟ مش ممكن اخش في المادة اللي بعدها، هو ناقص سيجنالز والكترونكس، ديجيتال الكترونكس. هخش بالسيجنال الاول عشان دي مادة جديدة عليكم يعني. المادة دي في 2 دكاترة هيديكوا، دكتور ياسمين في الاول هتخش ودكتور مايكل. هي سيجنالز يعني باختصار هي بتشوف انت سيجنالز مادة من اتصالات، بتشوف السيجنالز في الحياة يعني. فالسيجنالز بتكون مقسومة للكونتينوس وديسكريت يعني. ديسكريت ده هيكون اللي هو جوه اللابتوب يعني، ان انت احنا العالم اللي احنا عايشين فيه ده كله هو كونتينوس، الصوت بتاعي كونتينوس بس عشان اللابتوب او عشان اي حاجة ديجيتال تفهم ده هو مش تقدر تخليه يبقى كونتينوس، بتحوله لديسكريت يعني. بس ده اختصار. دكتور ياسمين ما بتقدرش تصور، بس في شوية حاجات كده متصورة ممكن تبقوا بتقلبوا فيها يعني، عشان لو مش فاهمين حاجة الليكتشرز دكتور ياسمين هتخش لكم الكونتينوس الاول بارت 1، يبقى هو سلايد واحده كده 248، كل مره دكتور هتبقى بتاخد شويه منها وشويه منها وتوقف وترجع تكمل من اللي بعدها. الجريدنج ده غلط، ما فيش الكلام ده ومش بيتابديت يعني، الدكتور مش بيتابديتها. هقول لكم الجريدنج في الاخر. الباقيين كانوا 4 ليكتشرز للدكتور مايكل، خدناهم كلهم اونلاين، ما شفناش دكتور مايكل حد. دكتور مايكل بالمناسبه هيديكوا في سنه ثالثه الترم الاول، ما شفناهوش برضو، يعتبر كان كله اونلاين يعني. هو لذيذ يعني، اللي انتوا عايزينه بيعمله، عايزينه ينزل بينزل، عايزينه اونلاين يبقى اونلاين. الجزء بتاع الميد ترم كان على الكونتينوس، كان عايز حد مذاكر كويس وحل الامتحانات القديمه ومذاكر كويس ومش منفض للماده يعني. للاسف الماده تبان في الاول ان هي لذيذه وسهله، هتلاقي الدكتور بتشرح لكم جرافس وشيفتنج والجراف الحاجات اللي هي اللي خدناها في اعدادي، وازاي تعمل انفرس الجراف وحاجات زي كده، وانت هتقول دي ماده سهله وتفضل تسيبها، هتلاقيها في الاخر قلبت معاك جامد يعني، عشان فيها فرير ترانسفورم ولابلاس وحاجات كده، واحنا ما خدناهاش في الماث، في القسم بتاعنا ما خدناش ده. فهما بيشرحوهم في اتصالات عندهم ماده، كانت بياخدوا ماده ماس اسمها فري ترانسفورم ولابلاس وكده، احنا ما عندناش ده، فبيكون الموضوع صعب بالنسبه لنا شويه في الفهم والاستيعاب يعني. فما تتهونوش بالماده دي وامشوا فيها كويس، عشان الميد ترم في كتير قوي تغفلوا فيه يعني. الماده دي كانت بالنسبه لنا مشكله، واللي ما كانش بيحضر لدكتور ياسمين بقى كان ما بيعرفش يفهم من السلايدز، نقعد ندور بقى على الفيديوهات اللي زي ما شفتوها كده، حاجه فيديوهات مجهوله المصدر كانت كده يعني. ونقعد بقى حته نقطع حته من دي على حته من دي عشان نفهم او كده. دكتور مايكل عشان الجزء بتاعه كان اونلاين متسجل، فكنا بنقعد نتفرج عليه وكان بيبقى لذيذ يعني. الشيتس برده مش اسهل حاجه، هتبقى تحسوا برده فيها ان هي بصعوبه، هي متقسمة الكونتينوس وديسكريت فعملاقة كده شوية بس. فالمادة باختصار يعني ما تستهونوش بيها، هتلاقوها في الأول بتبتدي بحاجات لذيذة ولطيفة، بعد كده هتقلب وشها يعني جامد. فركزوا فيها يعني، عشان هي مادة جديدة كمان، ومترتب عليها كوميونيكيشن في السمستر اللي بعده اللي هو تالتة، كونتينوس كوميونيكيشن أو أنالوج كوميونيكيشن، وبعد كده ديجيتال كوميونيكيشن اللي هو الترم بتاعنا بقى دلوقتي. فهي 3 كورسات ورا بعض يعني. ماشي. تقسيمة الدرجات، الدكتور يعني
حاولوا تتأكدوا منها ايه التقسيمة عشان هي مش بتقول قوي، بس هي فجأة خلت الميد ترم ب30 درجة، ما كناش نعرف ده وفجأة خليته ب30، كنا بنقول اعلى حاجة 20 بس هي فجأة خليته ب30 بس، وخلت البروجكت ب10، ف30 ده كان رقم كبير يعني على ميد ترم، واحنا ما كناش مذاكرين له كويس او كده. والبروجكت ده هيكون بماتلاب، ما اظنش حد فيكم لحق يتعلمه او كده، بس هو هتعرفوا تعملوا اللي هم طالبينه منكم، هو الموضوع مش هيبقى صعب. يعني انت مثلا هتلاقي نفسك في السيرش انجن كاتب الافات السطور، يعني ده هتلاقيه مثلا كله 50 سطر، اقل من 50 سطر، موضوع بسيط يعني، مش بسيط قوي يعني، بس هو يكون ليه علاقه باللي انت بتذاكره، وانت لو مش مذاكر كويس هتبقى بصعوبه شويه، مش عارف انت المفروض تعمل ايه او كده، بس بيتعمل يعني، بيتعمل في اخر يومين كده ولا حاجه بيتعمل. بس ده كان عليه 10 درجات وكان 30 درجة الميد ترم. طلبت من الدكتور ان 30 دي تخف شوية، قالت لي ممكن تخليها ب20 وتخلي فيها 10 كويز على المنهج كله بقى كونتينوس وديسكريت وكله. بس فعملت فوت والناس قالت لا خلاص 30، بدل ما ننقص نعمل كويز ب10 درجات وننقص فيه اكتر يعني. بس فحاولوا تجهزوا من الاول وتكونوا فاهمين يعني. حد عنده سؤال في المادة دي؟ هو المعيد كويس ولا لا؟ المعيد باشمهندس سيد. احنا برضو نفس المعيد الأول كان ترم الأول برضو اسمه سيد. وهو ما كانش بيدينا الترم الأول بقى، كان أول مرة يجي لنا كان السيجنالز. فأظن أنتوا كده بقى عندكم خبرة معايا يعني من الترم الأول وعارفين نظامه يعني. في ناس كانت مستريحة معاه وبيمشي معاه واحدة واحدة، في ناس بصراحة كانت لا مش مستريحة وكده. بس في باشمهندسه اسمها الاء على اليوتيوب، ليها هتلاقوها على التشانل بتاعتنا، كانت برضو بتشرح، ممكن تشوف من هنا ومن هنا على الحلول مثلا بتاع 23 عصام، تقعد تجمع كده الدنيا من هنا ومن هنا وتلاقي الدنيا في الاخر ممكن تظبط معاك يعني. اهتموا بس بالامتحانات القديمه او اي حاجه يعني موجوده قديمه، بصوا اوريكم لو لقيت يعني اللي انا اقصده يعني. مثلا ده مثلا حاولوا تهتموا بالحاجات اللي هي اونلاين دي عشان دي جه منها كتير عندنا، وغالبا كان نفس الدكتورين دكتور ياسمين ده بالنسبه للفاينل. اظن الميد ترم كان دي واحده هو ده برضو ده بقى ده اللي جه منه كتير فعلا، كان 21 غالبا هما كانوا اونلاين فكانوا لازم يمتحنوا كده، بس الاسئلة كانت صعبة ومش عارفين نحلها، ففي ناس كتير فكست لها جات يعني سؤال زي ده اظن جه في اسئلة جات كده يعني، واظن ده برضو يعني الاسئلة كانت شبه دي بس تعملها بخطوات يعني. بس فالامتحان ده تحسه كبير ورخم وكده، بس حاولوا تعملوه من بدري بقى، اهتموا بالحاجات دي اكتر من الشيت هتبقوا بتصدقوا فيه بقى في اسئله صعبه وكده، فاهتموا بالحاجات دي. انا بقول ده عشان انت بتسالني على باشمهندس سعيد، فده اللي اقصده يعني، ان انت لو الاسئله صعبه في الشيت وفي حاجات انت مش لاقي مصدر ومش فاهم وكده، ما تزنقش نفسك عشان هي الشيتات بتاعتكم هي بتاعت اتصالات وفي حاجات صعبه شويه، بس اهتموا بقى بالاسئله اللي هتجي لكم في الفاينل والميد. هشوفوا الفاينل من بدري، ممكن تحلوا ده من بدري كمان يبقى ألذ، لو في أسئلة صعبة تشوفوا بقى مين يعرف يحلها، توصلوا الإجابة مظبوطة، تسألوا الدكتور بدل ما تتصدموا بيها ليلة الامتحان. عامة مواد اتصالات يعني هتلاقوا الدنيا فيها نفس اللي أنا بقوله ده، هو تحل الشتات وتحاول تشوف الفاينلز وتخش تجيب هو اللود كله على الميد ترم والفاينل كده يعني. حد عنده سؤال ممكن يقول قبل ما نخش في الالكترونكس اخر ماده؟ انا عندي سؤال، هو انتوا مثلا ما جربتوش تشوفوا مواد من عند اتصالات اي يعني، هو اتصالات بياخدوا نفس المنهج ولا اكتر او مور يعني؟ اتصالات متقسمه عندهم على حاجتين، متقسمه ان اول ترم اللي هو اللي فات بتاعكم خدوا فيه الديسكريت وتاني او الكونتينوس، وتاني ترم خدوا فيه الديسكريت حاجه كده بس. دكتور مايكل كان بيديهم الكونتينوس كله اظن،
فاهمين؟ يعني دكتور مايكل عندنا بيدينا الديسكريت ودكتور ياسمين بتدي الكونتينوس، لكن عندهم كان دكتور مايكل هو اللي بيدي الكونتينوس، وليه فيديوهات متسجله والسلايدز بتاعته موجوده، وفي حاجات فعلا فهمناها منه اكتر من دكتور ياسمين، موجوده بلاي ليست برده عندنا على الشانل اظن. بس يعني لو انت متاخر والوقت زنق عليك اظن ده اللي حصل معانا، ما اظنش ان انا كنت بروح اتفرج على دكتور مايكل بقى، انا عايز اشوف السلايدز بتاع الدكتور ياسمين اللي هي هتجيب لنا الامتحان منه. يعني كمعيدين هو باشمهندس سيد وباشمهندس علاء، هما من عند اتصالات وهما اللي بيدوهم يعني. فباشمهندس علاء اظن عامله ريكوردنج يعني وعلى اليوتيوب وعلى الشانل بتاعتنا، هي حل الشتات. طب بالنسبه للاتندنس، الاتندنس لا الدكتور اظن ما كانش بتاخد اتندنس غير في الاخر، زمزقت في محاضره ولا حاجه خدت فيها اتندنس لما العدد، هي بتتضايق من العدد يعني، بتتضايق من العدد بيقل، وبتحب في النص تقعد تطلع حلو معايا سؤال اعمله معايا حاجه. انت تحس ان الدكتور في الاول لذيذه بس يعني ما تدوش الامان خالص، يعني ما تدوش الامان يعني للاخر. بس لو حد عنده سؤال تاني ممكن يقول. ماشي، ممكن نخش في الديجيتال الكترونكس. هو الديجيتال الكترونكس نفس الدكتور عمرو حافظ، انتوا جربتوه، ف اللذيذ ان انتوا عارفين يعني نظامه. بس اظن جربتوا ان انتوا ما تحضروش في ما تحضروش في الاتندنس، يعني الاتندنس بتاعك يكون قليل، وشفتوا الفاينل يعني تهيألي، يعني مش عارف كان حلو ولا وحش، بس هو بالنسبه لنا كناش برضو العدد كان وحش في الحضور وجاب الفاينل وحش، فجينا الترم الثاني بقى كان الحضور وحش وجاب الفاينل وحش. فما تعملوش غلطتنا يعني، حاولوا تحضروا اكتر. انا عارف في الاخر فعلا الدنيا بتبقى مزنوقه جامد في حته المشاريع اللي احنا اتكلمنا عليها، المايكرو بروسيسور مع السيرش انجن مع الحاجات الباقيه، بس حاولوا يعني. بس هنتكلم بسرعه عن هو هتلاقي الكونتنت. بصوا هو 7 سلايدز وكل سلايدز يعني مثلا 19 25 يعني مش حاجات كبيرة يعني. فهتلاقي الدكتور بياخد السلايد مثلا، عشان كده اظن هو لغالكوا اول اسبوع، هتلاقي بياخد السلايد على مرتين، بيبقى يعني ماشي على مهله والدنيا بتبقى لذيذة يعني. المنهج كله مترتب على حاجة اسمها سيموس، هيراجع لكوا على الحاجات دي ريكاب كله. هيبقى المنهج كله معتمد على السيموس انفرتر ده، بس تحاولوا تفهموا ده كويس قوي، وبعد كده انتوا هتفهموا الباقي كله. هتلاقي في الاخر بقى هو الديجيتال الكترونكس، انتوا عايزين تعرفوا الاند والاور اللي كنتوا بتاخدوها مع دكتور ايهاب بتتعمل ازاي بالترانزستورز يعني. بس فهتلاقوا ان ده البيزك بقى، ده السيموس انفرتر بيعمل انفرت بس، وتبتدي تستخدموه عشان تعملوا بيه كل حاجه يعني في حياتكم. بس تبتدوا بقى تلاقوا ان ده مثلا مفيش حاجه اسمها نوت مظبوطه كده، تدخلها زيرو تطلع لك 1، مفيش حاجه تدخلها 1 تطلع لك زيرو، الاند مش مظبوطه، فيبتدوا بقى يشوفوا انهي احسن وانهي اوحش، وفي حته في النص ما ينفعش نيجي جنبها، حاجات زي كده يعني. بس هي معتمده كلها على ان على حاجات ديجيتال الكترونكس اكتر ما هي معتمده على ان انت تجيب الجين وتجيب ترسم مثلا التي موديل والحاجات دي يعني. هي بس معتمدة على الرسومات دي، تبتدي يعني تبتدي انك تدخلهم في رسومات في بعض، تحط حاجات في بعض، تشوف ايه الديناميك لوجيك ده لما يحط لك بقى كلوك فيها، مش انك تعمل اناليسز يعني جامد بايدك خالص. بس يعني هو ده يخد شوية، بس هو ستيل ده سيموس وترانزستور زي كده بترسموها تبقى بتعرف تعمله ده يعني. هيبقى في الامتحان مثلا جاي بيقول لك ارسم لي دي مثلا، مش محفوظه يعني، هو يدي لك فانكشن زي دي ويقول لك ارسمها لي، وفي الاخر هتلاقي ان ده بقى سهل يعني. دي طريقه الاسئله يعني. بس دي انواع تانية بقى من باس ترانزستور.
عايز اجري بس اقول لكم على حاجات تانية، اللاتشز والفليب فلوب والحاجات دي ازاي بتتعمل بقى بالترانزستورز، وهتاخدوا برضو اظن هتمشوا على الميموري كمان او الاس رام ميموري، تشوفوا بقى الميموري بتتعمل ازاي من جوه، بتحتفظ ازاي الاس رام بالميموري بتاعتها والدي رام، وتشوفوا ليه بتاخد مثلا الاس رام بيبقى ليها كاباستور بتشحن فيه، طب ازاي بتحتفظ بالمعلومه بتاعتها، الدي رام حجمها كبير ليه كده، شوفوا الترانزستورز بتاعتها دي تكمله يعني للحته الميموري. مش شرط تفهموا اللي انا بقوله ده كله دلوقتي، اه ده اللي انا عايز اوصله برضه. انا لو جو ديجيتال هو كل بتوع اتصالات هتلاقيهم، او الفكره كلها دايما ان انت بتحاول توصل من العالم الكونتينوس اللي حوالينا انك تبقى ديجيتال او تبقى حاجات الكمبيوتر يقدر يفهم بس، فهتلاقي في الاخر بيجي في الاخر يدي لك بقى كل اللي عرفناه ده عايزين نخليه ديسكريت تايم بقى بس، وتعمل له كوانتايزيشن وسامبلنج، هتلاقيها دي كمان معاك في السيجنالز شويه، ان انت الفولتج بتاعتك مفيش حاجه اسمها في الكمبيوتر 2.5 2.75 2، ما هي دي الفكره ان 2.5556 مش عارف، هتلاقي في كسور الى ما لا نهايه، ده الكونتينوس. عايزين بقى نخليه باينري كده، نعمل له كوانتايز بس، وتشوف الايرور بتاعته والحاجات دي كلها ماشي. فهي دي والاي دي سي اللي هو انالوج تو ديجيتال كونفرتر وديجيتال تو انالوج، هتلاقي بقى هي دي برضو حاجات، دي جزء تاني من المنهج بعدها الميموري، وده ما لهوش شيتات، الشيتات على اول شويه ماشي. الدكتور ادانا الليكتشر دي، انا كل ده بمشي في ده عشان اوريكم الحته دي، الليكتشر الدكتور ادانا الليكتشر دي ما كانش مديها السنه اللي قبلها، واظن في برضو احمد حمدي كان سالني في الفاينل وريته كده برضو ليكتشر ما كانش مديها السنه اللي قبلنا، وبيجيب فيها سؤال كده بيبقى خبيث كده، بيبقى صعب على حاجه جديده هو شرحها بس. ف دي كانت عن الراديو وانك تنقل وكوميونيكيشن وحاجه كده يعني، بس هقول لكم الحته الخبيثه اللي جات لنا فيها وانتوا بتتفرجوا عليها بقى ساعتها. جه سؤال على الحته دي، يعني كان يعني هو مفيش قوانين ومفيش اي حاجه، هو كان بس بيقول لك هات لي الان وهات لي الاف اللي داخله والاف اللي خارجه عشان تطلع لي رينج معين، والاف اللي داخله دي هتكون بكام كده يعني، فتقعد تفكر فيها وتشوف انت هتعمل ديفايدد ان بقد ايه او كده بس. وكان في حاجه تانية انا للاسف مش فاكرها، بس فاكر ان احنا كنا بنعمل ديريفاتيف، عملنا ديريفاتيف كذا مره فيها، وكانت الديريفاتيف بتاعها كان مش صعب بس كان يعني حاجه غريبه ان احنا نعمل ديريفاتيف او كده، بس هو ده كان الحل الصح. ف هو الدكتور يعني دي كانت التركتين اللي جابهم في الامتحان بتاعنا على شويه بقى ام سي كيو صح وغلط وكده يعني. فانتوا بقوا شوفوا ايه اللي في المنهج ممكن يتعمل له ديريفاتيف وذاكروه كويس بس. الميد ترم كان ب 25 اظن، البروجكت كان ب 10، كان في اتندنس اخر مرتين بس هو الدكتور يعني دي حاجه تحتسب له يعني، كان بينوه يقول المره الجايه خد اتندنس، خد مرتين اتندنس وحط عليهم غالبا 5 درجات او 4 درجات حاجه كده. ده البروجكت ما كانش كبير، هي مساله واحده بتعملها مرتين، كانت بس كل الرخامه اللي فيه ان انت بتحدد الترانزستور دايمنشنز للان موس والبي موس عشان توصل لده، فانت بتقعد تجرب ملهاش اي منطق، بتقعد تجرب الدايمنشنز لحد ما توصل لده بس، وبعد ما توصل له تحاول تخليها بالاناليتيكال. اللي كانت بتدينا السكشن كانت باشمهندسه الاء، وكانت تصحيحها يعني كان كويس في البروجكت، كنا كل ما نسالها في حاجه تقول مش مشكله، محدش وصل ل 50 دي، كان الناس بنوصل ل 200 300، كانت تقول لك مش مشكله قول لي ليه ما عرفتش توصل ل 50 وخلاص كده بس. مش عارف مين الباشمهندس اللي هيديكوا، بس هي مش هتديكوا، انا سالتها وقالت لي ان هي مش هتديكوا، ممكن البروجكت يتغير يعني، بس هي دي تقسيمه الدرجات عامه يعني. دايما الدكتور بيحب يخلي الميد ترم اللي يحطه المعيد بس تحت رقابه الدكتور يعني، الدكتور بيشوف الامتحان برضو ويقول له لا حط السؤال ده وزود السؤال ده،
خلي الوقت كذا او كده يعني. فشوفوا برضو في الميد ترمات القديمة كده هتلاقوا في كام ميد ترم كده بيجي شبههم شوية. بس حد عنده سؤال في الإلكترونيكس؟ حد عنده سؤال عامة في أي حاجة، اي حاجه فاتت او كده؟ ممكن اقول حاجه يعني، انت شايف ان اكتر ماده اكتر حاجه بتذاكر اصلا هي مش هي المايكرو بروسيسور صح؟ بقى كله بسيط يعني ولا ايه؟ هقول لك السيرش انجن ما كانش صعب وما كانش سهل برضو يعني ماشي. المايكرو كان بياخد وقت يعني اكتر مشروع فعلا عند داخل دلوقتي اكتر مشروع خد مني وقت لحد تالتة مثلا لحد دلوقتي مثلا هو المشروع ده كان مأساوي بالنسبة لي، ان انا طبقنا فيه بالاربع ايام تطبيق 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 فعلا بقى واحنا قاعدين مع بعض. الهاردوير الرخامة فيه ان احنا لازم نكون مع بعض كلنا شغالين بايدينا وماسكين الحاجة قدامنا، فده كان المأساوي فيه يعني. كنا بنطبق بقى طول الليل ونطلع الصبح على الكلية مثلا عشان مثلا دكتور عمرو هياخد اتندنس، فهو ده اللي كان رخم انك ما بين ده وما بين ده وما بين بقى ان انت تتفاهم مع باقي التيمات اللي معاك، باقي التيمات اللي معاك في نفس التيم يعني، ان هو بقى حد لا طب انا عايز طب انت خدت وقتي طب انا مش هلحق، وكل واحد خايف ينقص وخايف يحصل له حاجه فعايزين يخلصوا شغلهم، واللي عايز يخلص شغله يعني مثلا بول كولكتنج عايز يخلص شغله في الاول ويرمي الروبوت للباقي التيم ويقول له خلاص انا كده خلصت اللي عليا، فكل واحد عايز يخلص حاجته في الاول فاهم. فهي دي المشاكل يعني بتاعت المشروع ده، والتطبيق فيه كان رخم يعني. كمذاكره بقى كفاينل وكده كان زي مايكرو بروسيسور 1، كان ام سي كيو، كان في حاجات من قديمه تقدر تذاكر منها. السيجنلز بقى تاني ماده بعدها، السيجنلز كان مش سهله يعني، كان افريج الدرجات وحش، افريج اعمال السنه 10 مثلا، الناس ناقصه 10 يعني، من 10 ل 15 اكتر، في ناس بتوصل ل 20 بس كمذاكره. وانا شايف كدانيال يعني ان هو الميد ترم ما كانش مستحيل، بس احنا ما كناش مذاكرين كويس وكنا مستهترين بالماده دي يعني. كدفعه يعني تحس حاجه كده مشيت في الدفعه كلها ان استهترنا بالماده دي وما اعرفش ليه. بس الالكترونكس مذاكرتها مش صعبه، بس فكر في الامتحان بقى وحاول تبدع في الامتحان وتحل صح يعني، توصل لأرقام كويسة. فكمشاريع أصعب مشروع أو مايكرو بروسيسور، بعديه مثلا السيرش انجن، بعديه الأوبريتنج سيستم لذيذ مش صعب. أوبريتنج سيستم بس كل المشكلة اللي فيه إنك أنت هتلاقي فيه ريسورسز في النص هتفهموها لما تخش يعني، مش بتتمسح في السي وحاجات بتبوظ عليك، تفتح سيشن مثلا عشان البروسيسز تكلم بعض بالمسج كيو زي ما كان أحمد بيقول، وتلاقي ان ما بيتمسحش وما بيتشالش بس هو الحلو في المشروع بتاع الاوبريتنج سيستم ان هو على المواضيع اللي بتاخدها في المحاضره وعلى اللابات اللي انت بتاخدها، فكله متوصل ببعضه وبيخدم على بعضه، مش بتبتدي في حاجه من كده من نفسك يعني. يعني انت في مسالتين بيجوا لك في الفاينل او في الميد ترم بتذاكرهم يعني، هم دول هتعمل لهم امبلمنت في المشروع يعني، بس تعمل لهم امبلمنت برجوله يعني حاجه كل التفاصيل بتاعتها. تمام. بس هما دول التلات مشاريع اللي عندي. في اتنين بقى بتوع الاتصالات. اتنين بتوع اتصالات، واحدة بتاعت سيجنالز والتاني الكترونيكس. الحاجة السادسة مثلا بتاعت مثلا هنقول دكتور هشام مثلا انك تعمل برزنتيشن. بس الحاجة اللي ملهاش اي اكتيفيتي يعني بتاعت discrete mass هو بس ثلاثة كويزز وكده. قول لي يا كريم داريا، لو انت شايف الترم ده طيب مضغوط اكتر من الترم الاولاني ولا الترم الاولاني كان مضغوط اكتر ولا انتوا خفت من الترم ده صح؟ جدا. هو بس مضغوط، بس انا بصراحة يعني لما تيجي تعديه او لما تيجي تعدي منه هتحس ان هو من احسن الترمات اللي انت نقلتك بقى، نقلتك من اولى وثانيه اللي يلا نشوف بقى العالم بيحصل فيه، وتبتدي تحكي للناس وتبتدي تحكي وتشوف بقى اللي قدك
اللي قدك في حاسبات ومعلومات واللي قدك في اتصالات واللي اكبر منك في اتصالات، انت تلاقي نفسك انت في حته وهم في حته، انت بتعمل حاجات كلها مفهومه وبايدك وباينه وهم مش بيذاكروا وعمالين يحفظوا ويحلوا يعني. فهو على قد ما هو مضغوط على قد ما انت تطلع منه مبسوط ان انت اتعلمت حاجات كتير قوي وابتديت تخش بايدك بقى. بس مش هتحس، هتلاقيه بيتسحب منك، هتلاقي انت ملهي في ده في ده في ده في ده، تلاقيه بيعدي معاك يعني. فسيب نفسك وما تقلقش يعني. وبالنسبه لرمضان، انا عارف ان هي مشكله في رمضان، هي هتلاقي ان انت يعني هيجي معاك حته المايكرو بروسيسور ده في التطبيق، ان هي خلاص يعني هي جايه منها كده طول الليل سهران عليه مثلا والدنيا تمام يعني. وهتلاقي معظم الحاجات بتذاكر من بعد الفطار كده يعني. الموضوع كله الترم ده براكتيكال اكتر، فهتلاقيك شغال على المشاريع اكتر، فمش تبقى ازمه قوي يعني، تبقى شغال في بيتك. اوكي شكرا. عفوا، حد عنده سؤال تاني او بيفكر في حاجه؟ احنا عامه معاكم طول الترم يعني. هبعت لكم رقم احمد برضو، احمد شاطر قوي على فكره يعني، من اشطر الناس اللي عندنا، واظن راح مايكروسوفت وراح سيمنز وراح كذا حاجات يعني. هو ما قالش مش عارف هو خرج ولا لا، وما قالش على نفسه كده، بس هو شاطر يعني، وراح انترن في حتت كتير من وهو صغير يعني من وهو في اولى وثانيه اقصد يعني. بس فممكن تتواصلوا معانا، ابعت لكم رقم لعبد الرحمن يبعته لكم برده، ومعاكم ارقام نور وقاضي وربيع وشويه ارقام تانية انا بعتهم ساعتها، محمد عاطف، بحيث ان انتوا تقدروا تسالوا اي حد وتسالوا كذا حد كمان تعرفوا وجهات نظر تانية، وكل واحد كان في مشروع مختلف ايه وجهه نظره وعمله ازاي وبايه وكده، ما تبقوش محشورين مع دانيال مثلا بس على مدار الترم. فاحتاجتوا حاجة يعني، عشان كل المعلومات اللي قلناها دلوقتي دي مكدسة، فممكن تلاقوا نفسكم دلوقتي ما فيش أسئلة معينة، ما فيش حاجة، بس وانت ماشي في الترم هتلاقي في حاجات انت عايز رأي حد فيها دلوقتي، فتبقوا تسألونا احنا براحتكم. اوكي شكرا جدا. حد عنده حاجة ولا روحوا الحقوا بقى قضوا شوية وقت كده يعني في الأجازة؟ احنا لسه في الأجازة. تمام، اتفضلوا لو انتوا خلاص كده مفيش أسئلة، اتفضلوا.